السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تحديات ومناقشات ومناظرات دور 16 السينمائي. حلقة النهاردة بنتشرف باستعادة ضيفنا الأول في هذا المسلسل من البداية، أبو ماهر الجامد قوي 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 قوي. الحمد لله، أنا في كل الحلقات السابقة كنت مشارك وجدانيا والله. وبعدين تكلمني انا واتكلم معايا بعد ما الحلقه تطلع. وبيعود معانا كذلك ضيف تشرفنا بيه في حلقه سابقه، مستر طارق الجامد. ازيك يا دود؟ الحمد لله، منورنا يا ريس. الله يبارك. عاملين ايه؟ كله حلو؟ كله زي الفل. معانا قائمه حرجه النهارده، قائمه نوستالجيك شويتين، لافضل افلام في الفتره من سنه 2000 لسنه 2009. دي اللي هي بتقال عليها ايه يعني؟ دي لما اجي اكتبها في الطبنيل بدايه الالفيه افضل 16 فيلم في بدايه الالفيه. حلو قوي الكلام، افضل 16 فيلم في بدايه الالفيه. وعشان نبقى فاهمين، دي كانت فتره سينمائيه جيده الى حد كبير، والقايمه الاولانيه بتاعتنا ما اعرفش لو هنعرف نبين منها اي حاجه، كانت بتتضاف بس سكرين شوت يشوف شو طلع عليه. لا خط ماين دي صدقني والله مره صعبه اللي يعرف يقرا حاجه يعني. 38 فيلم عرفنا نصفيهم في النهاية ل 16 فيلم هم اللي معانا دلوقتي واللي هنبدأ بيهم القرعة. و 38 واحنا كنا كمان بنختار يعني، مو كان في افلام اكثر لو كنا حابين نقولها. انا شخصيا الفترة دي الزمنية هي الافضل بعد التسعينات عندي يعني. اوكي. هي الافضل بعد التسعينات على طول. انت مش متفائل او مش مدي احترام كبير قوي للفترة اللي بعدها، للحقبة اللي بعدها؟ لا حلوة، بس من 2010 ل 2019 الأفلام وقفت ل 14 ورجعت صحيت تاني في 19. أنا دي نظرتي للسينما في الفترة. وحصلت الكورونا وحصلت لا كورونا جت 20. أوكي. بالعكس أنت أخذت عقد كامل من 2010 ل 19، بس في 3 سنوات في النص كده أنا تعتبر من سقوط كبير لهوليود اللي هي 16 17 18. أنا بالنسبة لي يعني في أفلام حلوة وسطة، أفلام رهيبة كمان، بس مو بالكمية القوية اللي تخليني بالعكس بدينا نشك حتى في جمالية الأفلام في الثلاث السنوات دي. اللي جات 2019 وأخذنا صحوة حلوة من كتر مصحينا طحنا على أمانة في 2020 21. انا الممهم يا جماعه هما الاثنين، ماهر بالاخص بصراحه وطارق كذلك، بالسنين بتاعه الافلام وانهي فيلم طلع سنه كام. مبهر بصراحه يعني، انا كنت عاجز وانا قاعد بتابع معاهم. احنا في افلام كنت بنقول هيقول لك 2006 انا في دماغي 95. ما اعرفش. المهم قبل ما نبتدي مرسم القرعه عاوزين نفتكر الدعم بتاع الحلقات باللايك، القنوات بالاشتراك اللي كانت موجوده كلها تحت، ويلا بينا نبتدي القرعه. انا مفتقد محمود اسماعيل، عاده بنروح للضيف لان محمود اسماعيل عنصر ثابت. فالمهره دي انا نسيت ما اقولش على الموضوع ده، محمود اسماعيل مش موجود معانا يا جماعه، ومحدش يتخيل ان في مشكله او حاجه، محمود هيفضل معانا على طول. ولكن امبارح كلمني هو الكل سيفترض مشاكل دحين على طول. طبعا ما دام اسماعيل ما جاش كويس انا افتكرته والله. انت لو ما قلت محمود دحين كان قال اكيد خنقته. بس اتخانقوا مع بعض ما اعرفش مين. طلعوا محمود اسماعيل اصلا كان باوز الحق. يا جماعه الموضوع بسيط جدا، انا كلمت محمود اسماعيل امبارح، كلمني بطريقه ما عجبتنيش فشتمته بس، لكن مفيش اي خناقه من أي. لا محمود اسماعيل مش في مصر يعني، في دبي. في دبي. يلا بينا نبتدي القرعه مع عمنا. يلا بسم الله. اول مباراه. يا رب يا رب. اوكي اوكي. سناتش. سناتش ده هربناه يا جماعه، ما كانش عاوز يحطه. كمل الماتش. لا ابغى واحد قوي عشان يخرج من بدري بدري، عارف ما ابغى نقاش، ابغى اطلعه سريع سريع. بسم الله بسم الله بسم الله. والله انا اشوف انه محسومه. A beautiful mind. هنتكلم هنتكلم هنشوف. ماشي. يعني فيه في القايمة طبعا حاجات كانت ممكن تطلع سناتش بشكل مضمون. سلام دوج مليونير. سلام دوج مليونير ده تهرب كمان من... لا ليه يعني فيلم مهم جدا. خلاص يا عم هي بسلة عشان ما يقولكش بقى بتطبخوها وبتاع. The Dark Knight. The Dark Knight. الفيلمين من 2008. انا ما اعرفش الفيلمين من انهي سنة، بس انا لما سألتهم كتبوا قالوا لي 2008 فكتبت 2008. انا ما اعرفش بصراحة. المباراة ده اتنين طلعوا عدم المؤاخذة مش هقول الكلمة. يلا ما كيل بيل فوليوم 1. حد حابب يشرح الملابسات بتاعت كيل بيل؟ لا هو بس احنا كنا عشان في جزئين من كيل بيل، فاحنا استقرينا على ناخد
يعني الجزء الاول عشان هو الاستابليشمنت يعني وهو اللي هو الاهم يعني تو هو تكمله للقصه فعلى اساسه لو اخترت الاولاني يعني حسنا هو ممكن يكون احسن. كان عندنا فكره من البدايه ان احنا نجيب كلبل كله على بعضه كفيلم واحد بس قلنا ان ده فيه ظلم لتريلوجيز ثانيه والافلام ثانيه من جزئين فاحنا وحتى في 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 حاجات ثانيه اخترنا منهم فيلم واحد بس فعشان يبقى الموضوع فير يعني كان شفنا ان كيل بيل فوليوم 1 هو اللي يقدر يعبر عن القصه وممكن لما نيجي نتكلم على كيل بيل نشرح الفرق بين الاثنين بس يا اوكي بايرتس اوف ذا كاريبيان باك تو يو بسم الله المباراه الاخيره في البراكت الاول بسم الله بسم الله بسم الله تريننج داي تريننج داي كينج كونغ هاز ناثينج اون مي هطلعه لك برضه لا هخرجه لك ما هعمل لك ايه انا كنت لسه هقول لك اصلا احنا تقريبا كل الافلام اللي مش نص نص مش عارف اقول حتى نص نص خرجوا خلاص اللي جاي كله تنين يا جماعه ما قلنا مين احنا قلناش لا ذير ويل بي بلاد ممكن النزاهه يا جماعه عشان ما يقولوش حاجه Little Miss Sunshine. Little Miss Sunshine. ده قصة تانية برضو. Sunshine عموما كلمة Sunshine دي أخذت يعني أكتر من اللازم. كنا عاوزين نطلع كل Sunshine وبعدين كلهم دخل. Inglourious Basterds. فيلمين بينتموا لنفس التصنيف تقريبا. حاجات رقيقة جميلة أسرية. في ناس كتير مش كتير بعض الناس يعني كانوا بيقولوا لي فقره القرعه دي ممله بجد انا بستمتع بيها اكتر من الدبي انا ذكر عليا انا عايز العب القرعه واقوم نو كاونتري فور اولد مان اوش خفير بردان يو واج كاستوي والله ماتشات يعني في خناقه يعني ديبارتد The Departed, Scorsese. Ma. Gladiator. Gladiator. Wow. 2000. حرام حرام يا أخي حرام. أفلام دي فت يعني. هو خلاص ما آخر اثنين. من هو مين؟ كروم. مين؟ Lord of the Rings. طب تعرف مين اللي فاضل من غير ما لا استنى من غير ما اشوف انا عارف احنا قلنا Eternal Sunshine of the Spotless Mind yes Eternal Sunshine of the Spotless Lord of the Rings يقابل Eternal Sunshine of the Spotless Mind احنا ممكن نستبعد الماتش ده كله بالطرفين في اكتر من يعني نطلع الاثنين دول نعتبرهم كانوا بياخدوا منشطات ولا حاجه ويلا بينا نبدا النقاش طب بسرعه كده احنا نعدي تعديه سناتش هيلعب ا بيوتيفول مايند سلام دوغ مليونير هيلعب دارك نايت كيل بيل فوليوم 1 هيلعب بايرتس اوف ذا كاريبيان تريننج داي هيلعب ذير ويل بي بلاد ليتل ميس سانشاين هيلعب انجلوريوس باستردز نو كونتري فور اولد مان هيلعب كاستاوي ذا ديبارتد جلاديتور لورد اوف ذا رينجز ريتيرن اوف ذا كينج ايترنال سانشاين اوف ذا سبوتليس مايند تفتكروا احنا عاده في المنافسات بتاعه دور 16 في راوند بتبقى تقيله قوي نقعد نتكلم فيها كتير واللي بعدها تبقى خلاص الكلام خلص فانتوا تفتكروا ان دور ال 16 نفسه هو اللي هيبقى فيه اغلب الكلام ولا المراحل اللي بعد كده؟ في بعض الافلام ايه وبعض الافلام لا، بعض المباريات ايه وبعض المباريات لا، وانا بالنسبه لي لو شفت حاجه قويه حافضل اخلي الكلام عنها قدام لو انها مباراه سهله ما هضيع على احد الكلام في مباراه سهله انت شفت يعني. بس حلقه التسعينات انا شفتها طبعا الكتكات وصل النهائي من غير ما حد يتكلم عنه هتكلم عنه انا بس احنا هنا عايزين نقول بس لورد اوف ذا رينجز الجزء الثالث ريتيرن اوف ذا كينج عشان يلا بينا اول ماتش سناتش يقابل ا بيوتيفول مايند طب خليني انا ببدا اتكلم هنا لانه بالنسبه لي انا جاي ريتشي مثلا من المخرجين اللي للاسف بالفتره الاخيره في تخبط كبير في الافلام اللي بيقدمها وتكلمنا الحصاد اللي فات يا محمود على ذا فورتشن اوبريشن فورتشن
تكلمنا فيه صح؟ الحصاد اللي فات. فمع انه اعطانا الجنتلمان في 2000 وبدايه 2020 وكان حلو، بس برضه رجع للتخبط مره ثانيه في الافلام. سناتش كان في بدايه العصر الذهبي لجاي ريتشي، بدايه الافلام اللي الايديتنج فيها فاست، اللي المضاربات فيها فاست، اللي الحوارات فيها، اللي فيها الكوميديا اللاذعه في الحوارات، الشخصيات اللي مستحيل تنساها. براد بيت اعطانا دور الشخصيه الايرلندية بالاكسنت الثقيل جدا، ف يعني كثير اشياء في الفيلم ده يمثل ما هو جاي ريتش اصلا، وهنا هو في كتابته واخراجه. وانا اتمنى يرجع مره ثانيه انه يكتب ويخرج بنفس يشيل الرؤيه كامله. هي حتى لو الفيلم اللي قبله لوك ستوك اند تو سموكينج بارلز كان نفس الجو بتاع، بس في نقله في سناتش في كذا حاجه تحس انها من الهوايه للاحتراف. ايوه بالظبط. يعني ترى شوف الناس مقسومين، وابغى الناس تشاركنا بالتعليقات. الناس مقسومين هنا مين احلى. انا فريق سناتش. انا اعتقد سناتش. انا فريق سناتش. انا بموت في لوكستوك. لو سالت براء عالم مثلا، لا لوكستوك عنده احلى. لوكستوك في شويه عبثيات مش ممكنه بالظبط قويه، بس سناتش الكاست باور حتى كان اقوى. براد بيت والمشاهد بتاعته في الفايت يا جماعه. الناس هنا بدات نجوميته. يعني في لوكستوك ما بينا النجوميه صح، في سناتش بدا من بعد ترانسبورترز والافلام حقت الناقل. جيسون ستادم في سناتش تقريبا لو انا فاكر صح ما ضربش حد. يعني هو ما كانش بتاع الاكشن، حضوره طاغي. كان حضوره طاغي في الفيلم ده. بس بيقابل فيلم يعني على الرغم من انا من محبين جاي ريتش جدا، بس بيوتي في المايند حيظل عندي دائما في تاريخي السينمائي مشاهدة الافلام اللي شفتها، من الافلام اللي ارخت نفسها من ناحية تويست موجود او مو تويست، يعني تغيير في احداث كبير جدا ريفيل. موجود ريفيل صح، اللي هو اكتشاف حاجه ما كانت واضحه للجمهور. قصه على قولهم هارت وورمينج، او انها تؤثر في المشاعر والعاطفه موجود. تمثيل اوسكاري وفعلا اوسكاري ويستحق الاوسكار كمان كان موجود. فعشان كده انا شايف بالنسبه لي في الهادس بسهوله بيوتيفول مايند. بسهوله بيوتيفول مايند. طيب انا ممكن ابتدي الكلام عن بيوتيفول مايند. انا بيوتيفول مايند فيلم كويس، فيلم مهم، وفيلم فيه اليمنتس كتير قوي، وفيه حاجات كتير قوي تقول عليه ان هو فيلم كويس. جايز بالنسبه لي انا مش من افلامي المفضله، لانه ممكن اقول ان هو المعالجه بتاعته شويه كانت يعني زي تقول محصوره في حته معينه، كان ممكن يطلع منها اكتر من كده. يعني احنا اولا هي فعلا هو ريفيل، هو مش بلوت تويست، لانه الريفيل ده حصل بدري جدا صح، واحترم ده ان هو ما عملش في الاخر يعني زي فيلم اسف على الازعاج مثلا او كده، ان هو خلى دي الفكره كلها بتاعه الفيلم، انه ده طلع في الاخر ما الحاجات دي مش موجوده، وطلع ان هو بيتهيأ له كده. لا انا احترم جدا ان هو عمل الحوار ده من الاول، اللي هو انا مش هضحك عليك. مش this is not this type of movie. type of movie ان هو struggle لشخص عبقري عنده حاله معينه، نقطة حلوة. والحاجات اللي بيمر بيها بتاثر على عيلته ازاي، وبتاثر على اللوف لايف ازاي، وبتاثر على مراته، وعلى الستراجل ان هو في دوامه وفي حاجه هو ما مش قادر يتحكم فيها، وفي نفس الوقت معطله لعبقريته والبوتنشال بتاعه ان هو ممكن يبقى يعني حد زيه هيبقى عبقري وهيبقى ابريشيتد بدري جدا. فانا احترم ده، بس انا مش عايز اقول مشكله برضه عشان ما يبقاش يعني ان انا بقول على الفيلم وحش، بس المنطقه بتاعه انه هو بيشوف حاجات هي مش حقيقيه، واحنا عارفين ان هي مش حقيقيه، ان هي اتكررت كتير ودخلنا في حاجات شبه مكرره، ففي حاجات كانت مكرره شويه بس عارف ليه شوي. بس عارف ليه يا محمد؟ انت الفيلم ده كمان من اوائل الافلام على الاقل انا يعني من اوائل الافلام اللي بديت اعرف منها تشخيص مرض طبعًا انا ما كنت اعرف عنه، اللي هو الانفصام او الشيزوفرينيا بشكل كبير. فهو الفيلم دراسه حاله لشخص طبعًا. عايش هذا المرض. لو فاكرين الفيلم اللي ايش اسمه اللي فيه الزهايمر اللي فاز فيه بالاوسكار، ستيل أليس. الفيلم ده كله يتمحور حوالين انسانه مثلا بتنسى صح، بس اتعمق فيه
كيف تفهم الاستراجل وكيف تفهم معاناة شخص مصاب بهذا المرض. نفس الشيء في بيوتيفول مايند ما كان يقدر يوصل لك المعاناة اللي بيمر فيها الشخصية إلا لو ركز عليها كتير وقعد يعيدها كتير وكذا، ولا ما حيوصل لك لأي درجة هو بيتخيل، لأي درجة هو عايش حياة منفصلة تماما عن الواقع. بس انت جبت مربط الفرس، تيل أليس كانت دراسة لشخصية البطلة و السبايرال فول بتاعها في دوامة هذا المرض. أبيروفل ماين ما كانش كده، أبيروفل ماين واحنا بنتكلم ما كناش حتى مركزين ان هو بيدرس الشخصية بتاعت ناش بتاعت الكلام ده. هي الفكرة بتاعته الرحلة بتاعت الانجاز العلمي اللي هو وصل له، وبعدين فجأة عمل الشيفت تجاه الصراع اللي هو بيقابله. وانا موافق مع طارق بصراحة، هو طول قوي في المرحلة ديت، نقلها شوية من فكرة المعاناة بتاعت اللي عنده هذا المرض اللي هو الدهان او التخيلات او الحاجات اللي هو بيشوفها ديت، لرحلة المدمن. عارف انت في الافلام دايما لما بيعملوش شخصيه المدمن اللي كل ما نحس ان هو خاف بيرجع تاني، كل ما نحس ان هو خاف بيرجع تاني، حسيت انها مش لايقه على اللي انت بتقدمه شويه. لا انا موافق مع طارق في انا في النقطه دي بالذات تحديدا. يعني واحد من الافلام اللي شفناه قبل سنتين واول ما شفته فكرني بالبيوتيفول مايند، وهذا يبين لنا انه هو بنى، ما اقول انه بنى وما بنى عليه شيء، بس انه معلم معايا صح. فيلم فاذر حق اللي فاز فيه ما شفتوش اللي هوبكنز اخذ عليه الاوسكار. ده خلاص الجزء. يعني بس اللي شاف الفيلم من المتابعين والمشاهدين، في فيلم فاذر برضو في معاناة عن مريض برضو بيصاب بالخرف، تمام، وكيف بيبدأ يعيش حياة لحاله، حياة ما حد شايفها غيره، بيتخيل خيالات كتير. فأنا أول ما شفت الشيء ده علم معايا بيوتيفول مايند، لأنه زي أنت ما بتقول الفيلم ده بدل ما نقول أنه أخذ حاجة واحدة وكررها، قدم لك أكثر من ثيمة. موضوع الإنجاز العلمي، موضوع الإنجاز العلمي في إنسان مريض، وكيف مر بدأ كله يخليك تفكر وتقول طب لو ما كان مريض ايش كان ممكن انه يعمل، متعطل، ايش كان ممكن انه يسوي. غير كمان الحوار اللي صار كله على انها قصة حقيقية، وبعدين نكتشف انه مو 100% مبنية على قصة حقيقية، كان فيها معالجة درامية، ومع ذلك العلاقات الإنسانية اللي بنيت داخل القصة نفسها أثرت فيه بشكل كبير. وليه ننسى، ليه نفتكر بس، ما نفتكر بس راسل كرو، كولوني، جينيفر كونلي، اداء رهيب كمرته، بول بيتني صاحبه وصاحبه اللي كان الثاني اسمه ايه الممثل الثاني اللي هو كان إدهارس كان رهيب برضه. فلما نفتكر الاداءات التمثيليه هذه، لما نفتكر العلاقات اللي قدم لي اياها، فما حصرها بس على موضوع التكرار واللي صاير، اداني اكثر من دي. لا لا لا، انت عاوز بس تنتقدها. احنا بنلاقي بس لا بجد والله احنا عاوزين ننتقد. لا يعني احنا بنحاول نمسك دي المرحله ما عجبتنيش. طيب لو جينا على الفيلمين دي كقيمه اطلع منهم، انا هطلع بقيمه في بيوتيفول مايند اكثر. اضاف لي لمعلوماتي، اعطاني علاقات بشكل اكبر واجمل، ممكن كمتعه سناتش الى الان نفتكر المتعه كانت فيها اكثر، الديالوج كان فيه احلى، الفايت سينز. يا جماعه براد بيت لما غطس في الميه وراح طالع مدي اوبر كات، انا ده انا المشهد ده بقعد اتفرج عليه كل شويه. ان المشهد دوت بلينك ان يو ميست، انا لو سرحت سنتي منه برجع ما اشوفش هو ترانزيشن حصل ازاي. يا جماعه ازاي حصل بالسرعه دي؟ انا بموت فيه، بموت في الساوند تراك. ابغى اضيف نقطه هنا اللي ممكن سناتش يفوز فيها، واللي هي مهمه في الافلام القديمه، اللي هي اعاده المشاهده، الريواتشابيلتي. سناتش لو اشتغل في اي مكان هكمله، لكن بيوتيفول مايند خلاص هتجي في نص وتقوم هقوم. انا جلاد ويجري. يعني هما فيلمين مختلفين تماما، مختلفين تماما. عادي برضو ممكن تظلم، بس لو جينا في النقطه دي تحديدا لا، سناتش يفوز. سناتش، وهذه هذا عامل مهم للافلام القديمه. بس لو بصينا لها كناحيه فيلم ليه يعني قيمه ومور ابريشيتد، بنبص له بحاجه بيوتيفول مايند ممكن يكون مور ايكونيك. اعتقد على مستوى الشخصيه، على مستوى الحدوته، اصل ده ممكن يبقى في افلام، لكن سناتش ممكن يكون ايكونيك على مستوى الانجازات الفنيه اكتر. حتى سوبر سلو موشن، طريقه التصوير، طريقه الديبكشن بتاعه الاكشن. عايز اقول الحوار يا جماعه، الحوار في سناتش احلى من بيوتيفول مايند لو تسمحوا لي. يعني لو ينفع اقول حاجه زي كده، انا بموت في اللقطه لما بيفتحوا العربيه وبعدين بيتفاجئ، بيقول لك عارف لما تيجي معدي الشارع وتكتشف انك كنت باصص في الناحيه الغلط. انا بموت في سر له جايريتشي، كان مبدع يا اخي في الكتابه، كان مبدع. هو مفيش حد بيعمل الستايل ده زيه، هو فعلا والستايل اللي هو السوبر سلو موشن، اللي هو حتى لما جه يعمل شيرلوك خد الحاجات اللي هو عملها، الديالوج السريع الويتي اللي مش عارف ايه. صح، سناتش يعني مش عارف يعني انا عايز تغير الفوت بتاعك ولا ثابت على بيوتيفول؟ انا عشان راسل كرو عنده فيلم تاني حنمشي له، حنمشي بيوتيفول. انت متاكد ان الفيلم تاني هيكسب؟ هو مع مين؟
important. لا 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 انا الفوت بتاعي واضح على سناتش. انا يعني زي ما قلت لكم انا بس تاني عشان ما حدش ياخد الكلام غلط، احنا مش بنقول على بيوتيفل مايند وحش تاني، بس سناتش اصل انا كله حسبي الله ونعم الوكيل. بس اقول لك جرين مايل مش عارف ماشي. طيب انا اعتقد انا بالنسبه لي لو اختار ما بين الاثنين دول فعلا وعايز اتفرج على حد فيهم اعتقد I'll go for سناتش. انا صح اني قلت ورحت ورجعت وهذا، بس ام ستيل بيوتيفل مايند. فسناتش بيوتيفل مايند كقيمه إيه؟ متفق عليها عامه مع الناس اعتقد هو يكسب. بس انا بيوتيفل مايند ما زلت اشوف انه فيلم، يعني لو جيت ابغى اوصي واحد بعشر افلام ما حفتكر سناتش، ممكن افتكر بيوتيفل مايند صح، بس ما حفتكر سناتش. من دي ناحية انا قلت بيوتيفل مايند، بس اذا انتوا اثنين سناتش فسناتش عدي. اوكي ممكن انا فاين ودت بيوتيفل مايند نص فيلم من اروع ما يمكن ونص ثاني بيكمل القصه، اتفرج عليه مره وانت يفريز ده في افضل صوره ممكنه. يجي في التلفزيون دلوقتي حاجه خلاص ما هكمل. اوكي ايه اللي بعده؟ سلام دوغ مليونير يقابل ذا دارك نايت. خلوني في الاخير عشان هنا انا يعني خلوني في الاخير. انا عاوز ادي شويه تقدير لسلام دوغ مليونير عشان تقريبا دي الفرصه اللي احنا هنتكلم فيها عنه. سلام دوغ مليونير كان وقت ما طلع كان طلع ناس كتير من اللي بتتفرج ما عاشتش الفتره ديت الشعبيه الطاغيه بتاعت برنامج من سيربح المليون. ايوه كانت جماعه الشوارع كانت بتفضى في اي بلد، مش بتكلم في مصر بالتحديد، هو حتى عندنا في السعوديه لما كان في ام بي سي البرنامج اشتغل الشوارع فضيت، الناس كلها قاعده بتتفرج عليه ومجنونه بيه والكلام ده كله. فتطلع عبقرية ما ان هي تحط المسابقة بتاعت من سيربح المليون ديت كعمود فقري لطريقة سرد الاحداث فيلم، دي عبقرية متطورة عظيمة جدا، ونحكي من خلالها تاريخ شخصية وتاريخ بلد وتاريخ فئة اجتماعية وصراع درامي بسيط جدا ممكن تقول ان في قلبه حدوتة حب، ودي التركيبة اللي ما تطلعش غير من فيلم عظيم. وسلام دوغ مليونير بكل تاكيد فيلم عظيم. الحاجه الوحيده اللي عندي فيها بعض التحفظ ان في مشاهد مقرفه صعبه عليا جدا، بس هذا جزء من الكلتشر، جزء من الثقافه، يعني جزء من الثقافه الهنديه. وداني بويل راجل انابولوجيتك، يعني هو حيرمي في وشك ومش هيعتذر لك ومش فارق معاه احساسك ولا الكلام ده. بس هي المشاهد المقرفه دي فعلا والحاجات اللي هي الان يور فيس قوي اللي هو ما بيجملش حاجه، الدنيا زي ما هي كده. ده هو اللي مديله. شوف انا بالنسبه لي السينما بتضيف لي مره كثير في معلومات الشخصيه. سلام دوغ مليونير فتح عيوني على حاجات انا ما كنت اعرفها، على الرغم اني تربيت على الافلام الهنديه، تربيت على افلام اميتاب وكل الاشياء دي، بس لانه هم الهنود نفسهم بيصوروا طبيعتهم ما بيوروك الجوانب دي اللي يشوفها واحد من برا واللي يستعجبها واللي يستغربها. مسميه في مصر غسيل الوسخ مثلا تمام. فانا بالنسبه لي سلام دوغ مليونير وراني هذا الجانب من الهندي اللي كنت اسمع عنه واللي كنت اقرا عنه. يعني وقتها كنت شغال في احد الشركات وكنا بنتكلم من سوفي في رحلة عمل للهند، كنا نتضارب مين يروح، لا يا عمي انت روح، لا انا ما اروح، انا عمري ما رحت. فكان في واحد في العمل ديك الايام راح ورجع وبيحكينا. فوقتها لما نزل سلام دوغ مليونير بديت اشوف بعيوني في فيلم ممتع مش وثائقي، وهذه كمان نقطة ايجابية، لانه عادة الاشياء دي تشوفها بس في الافلام الوثائقية. فلما يعطيك قصة رهيبة ممتعة وفيها دراما وفيها شوية اكشن حلوين ويوثق لك حدث، يوثق لك دولة بالجوانب الثقافية كلها من سيئها للأشياء الكويسة فيها، هذه جانب إيجابي رائع رائع لأبعد درجة. بس سيب مو عشان دارك نايت، بس النقطة اللي قالها في البداية، أنا اليوم لو أوري سلام دوغ مليونير لواحد دوب وطالع من الجيل الجديد ما حيفهم العمود الفقري حق الفيلم وموضوع من يربح المليون صح، فممكن ما حيعيش بالروعة اللي احنا لما شفناها. انا عيني وانا بأتفرج انا دوبي شايف قداحة في منسي وشايفين الحاجات دي كلها. ففي ارتكاز مهم كان جاي للفيلم وقتها. هل الفيلم في مصطلح اللي هو aged well، هل مع الزمن ما زال بقوته ده؟ انا اقول يس. هي ارجب بس قصاد مين يا بي؟ بس احنا لسه ما دخلناش. فعشان كده انا ما ابغى اضيع كلام على دارك نايت، مش هنتكلم عنه لغايه نص النهائي. فانا ما ابغى اضيع كلام في دارك نايت. بس انا سلام دوغ مليونير النقطه اللي مهدي قالها، فكره ان هو الراجل يعني ان ابولوجيتك خالص، دي فعلا دي كلمه السر في الفيلم ده. حاسس فعلا ان هو ما بيجملش حاجه، هو هي دي القصه. تتوقع اليوم يقدر يسوي الفيلم ده؟ اتوقع مع بص هو انا على فكره في فيلم ايش يعني نزل قريب كان شبهه جدا يا مان، عمره ما هيبقى زيه. اشرح للناس وايت تايجر. ايوه انا افتكرته عظيم. بس مش هيبقى زي سلام دوغ مليونير. مش زي سلام دوغ مليونير عشان ده كاركتر ستادي اكتر. طب يعني اشرح للناس ايش يعني امبولوجيتيكال.
ان هو مش حد بيحاول يجمل حاجه او اللي هو خايف من شكل معين. لا، انا عندي ثقه، انا عايز اطلع الشكل المنظر اللي انا حاسه حقيقي وحاسه واقعي بغض النظر عن أرائي. اسقط على عالمنا اليوم، احنا صرنا حساسين طبعا جدا، احنا صرنا حساسين في كل شيء ونشيل هم اي مجموعه ممكن تخاف منها تزعل مننا او عنصري مطلع شكل معين. لو طلع اليوم الفيلم ده هيقول لك ده عنصري، الامريكي الابيض يبغى يتعنصر على الهنود ويطلعهم باي طريقه كانت. فهذا كمان يعتبر بلس أو شيء إيجابي كبير، إنه وثقنا في حقبة تاريخية فيلم وراني كان مستحيل أشوف الجانب ده لو ما جاء الفيلم هذا. وسلام دوغ بليونير بقى لو إحنا شلنا الباك بوم بتاعه اللي هو الشعبية الطاغية بتاعت ما هيتأثر، بس لا بس هو برضو في القصة بتاعته برضو تحسها قصة شكسبيرية كده شوية، بس كان هيبقى أرت هاوس هيبقى يعني لا البرنامج بالستركتشر خليه شعبي شويه بالظبط. لا بس انا بتكلم حتى ككور صح. القصه نفسها برضو صح. قصه ملحميه بشكل او باخر يعني الولد الفقر الاداء التمثيلي ده ديف باتيل. انا زعلان انه ديف باتيل يعني ما هو اخذ الادوار اللي كنت متوقعه انه ياخذها، عشان هو حيفضل طول عمره ممثل هندي مهما حصل. لو الشخصيه بتاعته مش شخصيه هنديه مش هيعرف يشتغل، بس ده يحسب له ان هو عمل ماري جولد اوتيل وعمل لاين وعمل شو اسمه هذا فيلم أبدول، قصة حب مع واحدة بريطانية أظن أو شيء. لا هو اللي عمل مو هو اللي عمله؟ مش هو اللي عمله؟ لا هو اللي عمل مع نيكول كيدمان لاين. الولد ده واحد تاني واشتغل برضو عمل شوية حاجات. طب احنا نعدي دارك نايت كده. طيب يعني احنا دارك نايت هنتكلم عليه بعدين وخليه بعدين. يعني هو حظه وحش. حظه وحش صح. بس يعني دي فرصة كانت فعلا احنا نتكلم عليه. وترشيح يا جماعة اللي ما لان فعلا سلام دوغ مليونير مش من الافلام اللي الناس بتتكلم عنها كتير دلوقتي، اللي ما شافوش لا فرصة يعني استمتعوا يا دود، فرصة جميلة يعني. نتحرك للمباراة اللي بعدها، كيل بيل فوليوم 1 قصاد بايرتس اوف ذا كاريبيان. مين اخر واحد اتكلم؟ انا ممكن ابتدي. انا كيل بيل فوليوم 1 من افضل افلام كوينتن تارانتينو. طبعا بايرتس علشان برضه مش هيقعد معاك. عايزين نطمع الناس بس عشان اللي جاي جامد. لا تفتح المؤامرة يا رب. لا بس خلينا نتكلم على كيل بيل بس سريعا. انا كيل بيل فوليوم 1 بالنسبة لي اللي كوينتن تارانتينو عمله في الفيلم ده وفي فوليوم 2 برضو، لان انا يعني هما الفيلمين بيكملوا بعض، اللي عمله في كيل بيل دي النسخه الافضل من كوينتن تارانتينو. انا بحب كيل بيل، يعني نسخه كوينتن تارانتينو بتاعت كيل بيل دي ممكن احبها اكتر من نسخه كوينتن تارانتينو بتاعت بول فيكشن. ماشي. فيلم باين قوي فيه حد فعلا مولع بالافلام، يعني حد فعلا نرد للافلام القديمه بنفس ستايل الفايتس باللبس بالمزيكا اللي بتتحط بكل حاجة، جاي من واحد نرد جدا للأفلام دي وباين يعني مش مستخبي. قصة ريفنج ستوري بيزك، تعتبر بيزك. عندك واحد اتنين تلاتة، انا عايز انتقم من واحد اتنين تلاتة لحد ما اوصل للبيك بوس. قصة بيزك جدا، بس هي معمولة ازاي؟ في مشاهد عمري ما انساها زي الباك ستوري بتاعت اوريا لوسي لو. الانمي اللي معمول ده عظيم. أوه. عظيم يعني. انا المزيكا في وقت الانمي مو بالشعبيه حقت اليوم يا جماعه، هذه مره مهمه، هذه يوري لك لاي درجه انه عندك مخرج عالمي كبير. واظن انا يعني ما حكون محايد ابدا مع كوينتن تارانتينو، بس يعني خذوها مني انه مخرج في ذا الزمن في ذا الوقت مطلع على الثقافات كلها من ضمنها الانمي اللي في وقتها ما كان بدي الشهرة لليوم. هذا برافو برافو. المشهد بتاعها ده ان هو اصلا اختياره ان هو يكون انمي برضو، دي حاجة يعني مش لايقة على حاجة في فيلم، بس هو قال لك انا حاسس ان انا عايز اعملها كده. It's gonna look cool. وفعلا طلع شكلها. انا فاكر المشهد ده وفاكر الصوت بتاع المزيكا اللي كانت بتشتغل. كنت بعض دندنها كده في فترة من الفترات وانا في مكان انا حافظ بورن ايشي هاف شينيز هاف جابانيسي. لا لا انا قصدي الميوزك اللي هي لا بس تعرف الحته دي ليها راب سونج. لا هبعتها لك بجد جدا. بس انا عاجبني الكاركتر الفيلنز اللي هم ممكن نقول ان هم يعني ممكن يكونوا وان دايمنشن شويه، مش شخصيات يعني معقده، بس لا هي بالذات لا دي بالذات لا. ولكن أوما ثيرمان عملت دور عمرها. فيلم حلو جدا يا جماعه، وفيلم فعلا ايكونيك، وحتى فيجوالي بالشكل مجرد ما تشوف لون اصفر بخطين سود بشويه احمر في كل خلص. حاجه كيل بيل ابسط حاجه ممكنه يعني، من فعلا الحاجات اللي هي ودي كانت نوجل بروسلي اساسا طبعا. اللبس بتاعه
فلا كيل بيل. وبرده خلينا نقول انه فوليوم 2 تكمله للقصه بتاعته. انا زمان لما شفت الاثنين كان بالنسبه لي كنت بقول فوليوم 1 ايزي الاكشن والبتاع والدنيا لطيفه والمشهد اللي هو بتاع الانمي الباك ستوري وبتاع والحاجات دي كلها، و2 تمام بس مش زي 1. بس انا اتفرجت على 2 تاني من قريب، لا 2 برده يا جماعه لا هو والحلو ممكن نقول تريفيا، ممكن نقول تريفيا كده، وترى ما كان عنده نيه يعملها فيلمين. هو فيلم واحد، هو فيلم واحد، وانه قسم الشابترات بهذه الطريقه، خلص لك الاكشن كله في الموسم في الجزء الاول، والجزء الثاني اعطاك الدراما كامله، ملالك فراغات في الاول كده كبر عندك الاول اكثر، والثاني انت عايش بتعاطف كبير جدا مع الشخصيه. غير طبعا ما انسى النقاء الجزء الثاني الالتقاء اخيرا شفنا بيل، اخيرا شفنا بيل الكونفرسيشن بتاعت سوبرمان وكلارك كنت رهيبه، ايكونيك. واختياره كمان ان في مشاهد في حته جمله رومانسيه قالها بيل في المشهد دوت، لما كان بتقول له ام باد بيرسون اي جس اي يور نوت ا باد بيرسون يور ا تيرفيك بيرسون يور ماي فيفرت بيرسون but once in a while you can be a real cop. بس وهو فعلا يعني بيل اولا برضو ككاركتر وكالمشهد المشهد بتاع فوليوم 2 رهيب، وهو فعلا انا بقول انا بشكل مباشر انا بفضل فوليوم 2. انا ما اقدرش اقول ان انا واضح ان قيمه الليجاسي علشان اي علشان الاولين. وهو الفكره ان هم فيلم واحد بس، احنا للاسف هم متقسمين. بس لو وان فوليوم 2 ببساطه بس يعني. بس فوليوم 2 برضو غير المشاهد اللي هي فيها الكونكلوجن مع بيل وكده، برضو لما كانت محبوسه تحت الارض يعني. وبتاع اختياره ان هو يروح في سكه تانية اصلا غير الاولاني، هو فعلا عايز يديك عايز يهدى، بيموت في المشهد بتاع رهيب، فيلم رهيب. انت بدل الاكشن الكتير والبتاع لا انت هديت الدنيا خالص، انت محبوس تحت الارض زي الحلقه اللي كنت بتحكي لنا عليها بتاعت سي اس اي، هديت الدنيا خالص وخليت شخص يرجع بقى بالباست ويجمع قواه بشكل تاني مختلف تماما عن اللي كان بيحصل في الجزء الاول، ديفرنت تونز خالص يعني، هم قصه واحده اوبفيسلي. أيوة. بس وهنا العبقريه، انا عندي سؤال، انا دايما اقول الشيء الوحيد اللي ممكن يكون احلى من افلام ترنتينو عندي هو ترنتينو يتكلم على افلامه. تمام، ترنتينو ما يقعد يحكي على كيل بيل، بتفهم منه انه التوجه الاول والشابترات كانت غير، لما لقى انه الفيلم 4 ساعات وشويه رجع اعاد ترتيب، وذا يعني هنا الذكاء الرهيب يعني، تلاقيه انه كان في تصغير، كان ممكن الماضي شفته جاء هو نقى قال لك لا انا هافصلهم بهذه الطريقه، هعطيهم احساس كده واعطيهم بعدين الفراغات كلها من هنا. هذا اختيار ذكي جدا، لانه لو بس ببساطه كان قطع مثلا فيلم طوله 4 ساعات كان ما كان الجزء الاول ده ما افتكرناه، عمره ما هيفتكر معاك. وهي الفكره كمان ان المشاهد بتاخد وقتها، انه كوينتن تارنتينو ممكن ياخد في مشهد دايالوج ياخد وقته خالص، لانه ده اللي الفيلم محتاجه. انا مش عايز اجري هنا، انا مش عايز كتات سريعه، مش عايز ده يقول كلمتين ويلا نقلب وبتاع. هذه حلاوه، هذه حلاوه لما نفس المخرج يكون هو الكاتب، لان هو قاعد يكتب شايف المشهد قدامه، شايف المشهد بيطلع كيف، ما حيجي قصقص عشان عمل فيلمين في الاخر. طب ممكن انا اتكلم عن بارت اوف ذا كاريبيان؟ ايش حيعيد من غير ما حد يتكلم عنه. طيب أظن اليوم كل اللي شايفين المشهد الحالي يقدروا إنهم يشوفوا لأي درجة الاستوديوهات ما تصدق على الله لما تلاقي عالم جديد وتبدأ تحلف فيه، صح؟ وقد إيه صعب أصلاً تخلق عالم من العدم، تمام؟ بالذات إذا ما كان مبني على نوفلز أو روايات معينة أو شيء، هذا الموضوع جداً 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 صعب. اللي بارس ذا كاريبيان عملوه عمل لك عالم متكامل على قراصنة، كان ممكن الثيمة دي الحالة هتكمل، كان ممكن بس لو انت خدت لي قراصنة وجون سبارو ومدري مين ده كله يكمل، لا وعندك عالم سفلي، لا وعندك أساطير معينة داخلة فيها. فاللي سووه ببناء عالم في بارس ذا كاريبيان أسطوري بمعنى الكلمة. أنا إلى الآن لا أمانع، وهذا تصريح، لا أمانع تحلف في أمه زي ما تبغى، أنا ما عندي مشكلة في الأجزاء كلها، صح أقل من الثلاثة الأولانيين، بس ما زال العالم ممتع، ما زالت الموسيقى ممتعة، زال التمثيل حق جوني ديب اللي خلاص أظنه راح علينا ولا حيرجع لنا في الدور ده ممتع. ودائما الناس تفتكر بارس ذا كاريبيان جوني ديب، لا أنت عندك جوني ديب، عندك بلوم ده ولا شو اسمه الولد ديفي جونز وكابتن بربوسا. بربوسا يا عمي، بربوسا is my favorite character. بربوسا يا مان شيء مو طبيعي. أنا حظه الزفر بس بارس ذا كاريبيان ومع كيل بيل، ولا هو فيلم من البلوك بوسترز أو الأفلام اللي حققت مبيعات وشباك الذاكرة مهولة، وأعمل لك أثر على تاريخ السينما كمان. صح، أعمل لك أثر على تاريخ السينما. أنا عايز أضيف بس، أنا يعني هطلع بس الطلعة دي،
Pirates of the Caribbean قعد فترة طويلة من حياتي لما بيجي في بالي فيلم بلوك باستر أروحه في السينما مع أصحابي والناس بتستنى عليه وأشوفه الإيرادات بتاعته دايماً على MBC 2. أيوة. الإيرادات دي أول إيمج بتيجي في بالي، ده صح. كان الديفينيتيف بلوك باستر يا عم، ده كان أفضل بلوك باستر في في في, في الشكل ده. انا فاكر لما نزل 2003 انا طبعا كنت صغير شويه وقتها، بس فاكر ان انا كنت مش فاهم قوي هو ده فيلم رعب ولا مش رعب ولا ايه، لو انا خايف وبتاع. وترى الجزء الاول نصين فعلا، نص في جزء عادي هورر. احنا قراصنة وعندك السفن وما ادري في جزء هورر، وفجاه كده نزلنا العالم السفلي وصار لما جات الليل سي جي اي يا جماعه، بطريقه سي جي اي اللي بيمشوا في الضوء بتاع القمر لغايه دلوقتي. ده بقاله كام سنه؟ بقاله 20 سنه. 20 سنة. واو، لسه 20 كويس سنة. عبقري عبقري سنة. وعلى فكره في بقيه الاجزاء بتاع Pirates of the Caribbean عملوا انجازات فيجوال من اروع ما يمكن. انا عايز اقول بس مفيش حاجه زي ده، بس انا عايز اقول ان ديفي جونز بالاجزاء في الاجزاء اللي بعد كده، ديفي جونز لغايه دلوقتي انا مش عارف ازاي ده طلع في 2005 و 2007 انا ما اعرفش وشه لغايه دلوقتي. لو صح. انت شفته اتفرجت حتى تاني على 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 مشاهد يا جماعه، دول كانوا اهيد اوف ذير تايم بشكل غير طبيعي. ديفي جونز كفيلن برضو بارتس اوف ذا كاريبيان، الفيلنز اللي فيه رهوب يعني. جوفري رش، جوفري رش كممثل جوفري رش هو عظيم يعني، مجهول يعتبر مجهول عند البعض عند الكثير، بس هو يعتبر من رهيب. افضل الممثلين. شوفوا له ذا بوك ثيف وشوفوا له ذا كينج سبيتش. ذا كينج سبيتش ما فيهوش اي حاجه غير جوفري رش. شكسبير ان لاف اصلا جوفري رش رهيب. شيل الفيلم حق اللوحات، الفيلم اللي متصور جنب لوحة، ده فيلم قديم خالص. أيوة روعة. كان مع مايكل كين ماني فاكر. المهم كمل، مش حاجة هيل حاجة أونهيل مش فاكر. المهم Pirates of the Caribbean أعتقد إن هي بدايته كانت زي رايد كده أو حاجة في الملاهي بتاعة ديزني لاند، وهم بعد كده عملوا عايزين يعملوا جنجل كروز والحاجات دي، وهذا اللي سووا منه الموفي دحين حق ذا روك اللي خلوا جنجل كروز. جنجل كروز بس فكرة إن أنت تاخد حاجة أصلا مش بوتنشل يعني، حاجة بجد هي ملاهي فاهم، وطلعت منها قصة ولور بالشكل ده، مزيكا لغايه دلوقتي ايكونيك، لسه لغايه دلوقتي بتشتغل في كايرو فيستيفال في النافوره، خليكم فاكرين. شوف على 20 سنه بتشتغل في النافوره بتاعه كايرو فيستيفال. انا لغايه دلوقتي مش فاهم في النافوره بتاعه، انا مش عارف فاهم والله العظيم، ولا فاهم النافوره بتاعه كايرو، انا مش عارف بتعمل ايه. انا فجاه بحس ان انا دخلت في بعد تاني، انت قاعد مشغل حاجه في العربيه وبتسمع، وفجاه تلاقي فيه صوت جه، وبعدين بعد ما تمشي اختفى. هو ده جه منين؟ وبعدين انا في ميدان جوه مول والاقي اشاره، هو انا بقيت في ايه؟ لا انت عايز توصل الناحيه الثانيه عشان متاخر، يقول لك لا مش هينفع عشان النافوره. طب يا جماعه اقفلوا النافوره، عايز اعدي بره، هبقى انا عايز اتبل، بس انا عايز اطلع. خرجنا عن الموضوع معلش. بس قصدي Pirates of the Caribbean فعلا فيلم سابق العصره جدا، تقنيا وجرافيكس سابق العصره. وبرده مش عايز انسى برده Dead Man's Chest لما نزل عمل ايه في الايرادات وقلب الدنيا ازاي، والناس كانت بتتكلم عليه ازاي، وفيلم ري واتشبل جدا، الثلاث اجزاء ري واتشبل جدا. لو اخذنا الثلاثه دول يعتبروا من اعظم الترولوجي، للاسف انه نزل الرابع وخامس، بس لو اخذنا الثلاثه دول ترولوجي مكفول ومعمول صح. انا فاكر حد يعني معانا في حد جوري، انا فاكر لما شاف الفيلم ده واحنا صغيرين كان بيحكي لنا عليه، انا لسه فاكر هو بيحكي لي، كان بيقول لي كابتن جاك سبارو معاه طلقه واحده في المسدس، كل ما يروح لواحد يقول له الطلقه دي مش موجهه ليك، مجرد هتعرفوه في اخر فيلم، الطلقه دي مش موجهه ليك، مجرد هتعرفوه في اخر فيلم. فانا فاكر الفيلم ده لما نزل، حظه للاسف الشديد ان هو جاي مع كيل بيل. بس انا هروح لكيل بيل، لان انا دي افضل نسخ كوينتين تارانتينو. مين يفتكر في 2003 في الاوسكارز ديت مين كسب اوسكار بيست ليدنج اكتر؟ ليد اكتر؟ فاتت يعني في الاربع الاوسكار صار 2003، انا مش فاكر، بس فاكر كويس قوي ان انا كنت يعني حاسس بقهره، لان جوني ديب كان لازم يكسب. ان باي ذا واي جوني ديب اترشح، جوني ديب دي هي واز نومينيتد، دي افضل حالات جوني، وانا شايف انه كان لازم يكسب، وكانت هتبقى رساله شجاعه في محلها تماما من صناعه السينما بشكل عام، ان لما في حد يعمل كاركتر بكل التفاصيل دي حتى لو اغلبها كان هزلي، بس بهذه الدرجه من الاتقان على مستوى التعبير وعلى مستوى الحركه وعلى مستوى تصدير دراما من جوه الكوميديا، لان جاك سبارو شخصيه معذبه صح. رغم المظهر اللي هو عامله ده كله كان يستحق التكريم. انا عندي بس نقطه واحده بس، يمكن لو في عيب وحيد على بارت ذا كاريبيان، عيب كبير جدا، انه انهى مسيرة جوني ديب. انا بالنسبه لي هو بعد بارت ذا كاريبيان ما هو قادر يطلع من طور الشخصيه يعني جوني ديب. لا انا بقول لك بعيدا يعني، بنتناقش بشكل فلسفي، جوني ديب التسعينات مو جوني ديب بعد بارت ذا كاريبيان. الافلام اللي قدمها في التسعينات عظيمه وجميله، انا بعد بارت ذا كاريبيان كل ما اشوفه مو عشان انا متعلق فيه، بس هو شغال، عمل لنا لونج رينجر تمام، نفس الشخصيه يعني كارثه بعيدا عن اي حاجه يعني. رغم على فكره ابعاد المغامره في ذا لون رينجرز مش وحشه،
بس فكره انك جاي بتلعب شخصيه يعمل اتنسيتي والنيله ده لو الموال كان قايم ساعتها بالحجم بتاع دلوقتي كانت الدنيا اتبهدلت. بس انا معاك في اللي انت بتقوله بس دي غلطته. أيوة مش أيوة قدره يعني. ايوه بس جوني ديب كان رهيب طبعا. جوني ديب دي يعني جاك سبارو ايكونيك. كلب يتقدم تريننج داي وذير ويل بي بلود. انا ما هقدر اتكلم والله انا مش هقدر اتكلم دي برضو يعني للامانه. انا ذير ويل بي بلود انا يا اما شفته زمان يا اما انا مش فاكره. بس انا مش عارف اتكلم على حاجه انا مش فاكرها دلوقتي. انا هاجل كلام ذير ويل بي بلود قدام. بس ابغى اتكلم على تريننج داي. تريننج داي ممكن اتكلم. تريننج داي اذا سوى حاجه اثبت للناس كلها انه الممثلين لازم يدور على شخصية شريرة. ليه؟ لانه الشخصية الشريرة بتدي المساحة للممثل يروح لابعاد توري قدراته التمثيلية بشكل اكثر من دور البطل. وهذا اللي عمله دينزل واشنطن. دينزل واشنطن في التسعينات كلها الافلام كلها مو بس بطل، بطل النبيل كمان اللي فيه نبل زيادة عن اللزوم. لما جاء طالك تريننج داي بالوساخة الكاملة للتريننج داي شفنا ابعاد مختلفة بعد عكس تماما من بارس ذا كاريبيان. من بعد تريننج داي نظرتي لدينزل واشنطن اختلفت 980 درجة. صرت أشوف الرينج كامل معاه. أدانا جانجستر أوف أمريكا وأمريكان جانجستر، بعدها قدرت أصدقه في أمريكان جانجستر عشان شفته في تريننج داي وشفت لأي درجة ممكن يروح في الشر اللي موجود جوته. فأنا اليوم أنا مستغرب ليش الممثلين ما بيروحوا يأخذوا أدوار شر ويقدموها. شفناها برضو مع ديكابريو في جانجو مثلا. فهذه أكتر شيء في الفيلم. غير كده غير الدور حق دينزل واشنطن الوقت ما كانش باين. بس انا مع كامل احترامي وحبي وتقديري واستحقاقي او اعترافي باستحقاق دينزل واشنطن على كل التكريم اللي ممكن من تريننج داي والمشهد الايكونيك بتاع كينج كونج إن جاد شير أون مي والكلام ده كله. مشهدي المفضل في تريننج داي ما فيهوش دينزل واشنطن. ايوه واحد بتاع البني بتاع لما هي بروك داون. يا جماعه انا دايما عندي مشكله مع الممثلين اللي بيواجهوا لحظات موت محقق. أيوة. وانت مفترض ان انت ظابط يعني. أيوة. مفترض ان عندك درجه كومبوجر ومع ذلك درجه الانهيار اللي وصل انهيار كامل. ايثان هوك ما بياخدش حقه. لا ايثان هوك بس ايثان هوك كويس في لا انا بس بقول ان هو مش يعني دينزل واشنطن يعني غطى عليه يعني. بس واحده من الاشياء اللي دايما احنا ما بنتكلم عنها في الفيلم ده كله صار ايش المده؟ يوم بتاع تريننج داي. ترى مره صعب هنا اللي تستوعب اللي قاله محمود. افتكر انه ده يوم وانه مر بده كله في يوم. فالانهيار ده طبيعي لانه هذا الانهيار مو طبعا. عشان بس اللي صار معاه في المشهد البانيه عشان اليوم ده اللي مو راضي يخلص وكيف انهار قدامنا بالطريقه هذه. فيلم مره جميل، دراسه حاله جميله جدا ورانا وهنا حاجه جميله برضه هوليوود للأسف إنهم ما صاروا يدون الحقيقة زي ما هي. فيلم ده ورانا سوء استغلال للسلطة، سوء استغلال للشرطة من قبل شرطي أسود وليس شرطي أبيض اللي كل حاجة الآن لازم يورونا إنه هم اللي ضد الناس. أنا ما بقول أكيد في عنصرية في أمريكا وأكيد عندهم مشاكل فيها، بس الفساد عام وممكن تلاقي منه أي شيء. الفيلم ده لو جبت لي إياه من أفضل الممثلين أدى الدور وما كان دور بلاك مان، دور رجل أسود ماسك اللي هم الجيتو ولا ماسك اللي شو يسمونه المجمعات السكنية حقت السود وكيف إنه يستغل ضعف السود وهم يطلوا فيه هو المنقذ واستغلهم بالطريقه دي ما كان حل الفيلم. وللاسف ان هوليود ما تقدم الافلام الحقيقيه بنفس الطريقه يعني. هيبقى في حسابات تانية ممكن فعلا ما يبقاش يعني مرحب بيه قوي دلوقتي يعني. بس برضو هو على ايثان هوك لو هرجع له سريعا، هو ايثان هوك يعني مش عايز يعني قصدي هو ممكن فعلا ما بنش، بس هو ممكن هو فعلا يكون عارف لما حد بيعمل هو لا هو بقى لا يعني مش قصدي كده، قصدي ان انت عملت السهل الممتنع اللي هو بتحسس الناس ان هي حاجه سهله، بس هي مش حاجه سهله ابدا ابدا ابدا. والمشهد اللي جابه سبوت اون هذا اللي يحسسك، هذا هيخليك الان تتفرج الفيلم من البدايه تلاحظ لحظات كثير انت اكيد هو حس كده هنا، اكيد حس هنا كده، والتراكمات بتزيد معاك لين ما وصلت للانهيار. وإيثان هوك عامه من اكتر الممثلين لو شفتهم بيتكلموا عامه
حتى بره الافلام او كده هتتبسط منه جدا جدا. يعني هو مثقف جدا. انا احب له الترولوجي حقت السانست السانست هنا اللي يبين لك في 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 توك او كان في كلام لإيثان هوك كان بيتكلم على قيمه الافلام. yeah, yeah. بيقول لك انت بتحس ان انت ايه الافلام دي وبتاع وايه قيمتها وبتاع, وبعدين يحصل لك حاله وفاه حد انت بتحبه ما بيحبكش مره حلو بتاع, تحس ان انت عايز حد يعبر عنك. انت يعني انت اصلا انت بتعيش عشان اللحظات دي. يعني انت لما بتحس اللي هي بتحس ان هي دي حاجه تسستين او حاجات تخليك تعرف تكمل اصلا في حياتك. حلو. حاجه اساسيه. صح. طيب بس بالنسبه لهذه المباراه ذا والبيت بلاد دي مرحبه على مستوى يعني خلي دير بقى هنتكلم عنه بقى. اللي ما يرى دير والبيت بلاد يا جماعه نصيحه, لو جينا نتكلم عن دير والبيت بلاد عدينا, لانه دير والبيت بلاد فيلم يتشاف ما لا تسمعه من احد, مع انه والله ممكن احرقه عليك وبرضك هتستمتع فيه. اه طبعا هو مش معمليه بلوت خالص. اكتر فيلم على تيك توك تلاقي الناس بتحطه في التوب ليست بيست بيرفورمنس تقول لك عارف ابندون ماي تشايلد. طب خليها بعدين عشان انا عندي جمله هنا اظن عدتها مليون مره بس اتس فاين. يلا اللي بعده نتحرك للجانب الاخر من المنافسات, والبدايه مع ليتل ميس سانشاين في مواجهه انجلوريوس باستردز. اظن انا واضح هروح فين هو عشان ترنتينو بس عشان السانشاين دي ما كنت بقى هتدخل اساسا. يعني انت ما عندكش ولا فيلم على الترابيزه تقريبا يتفوق على ليتل ميس سانشاين. ايه ما عندكش ولا فيلم على الترابيزه يتفوق على ليتل ميس سانشاين. يتفوق يعني يعني ايه يتفوق؟ دي بنت صغيره يعني ايه يتفوق؟ انت قصدك انه فعلا هو افضل واحد من اللي موجودين؟ لا مش بقول لك ما فيش ولا فيلم هو يتفوق عليه مش افضل واحد. اه اي يعني حاسس ان هو مش ديزيرفنج يعني صراحه. ايوه لا انا عندي يتفوق على شويه بس مش انجلوريوس باستردز بكل تاكيد. فده برضو يعني بعيدا عن التشويق اعتقد انها مباراه محسومه بس ليتل ميس سانشاين مش فيلم هي هو حلو هو خفيف. لا هو فيلم تقيل. انا مش هقول مش مجرد ان هو هارت وورمينج ولا الكلام ده كله, هو فيلم حلو قوي ومبني كويس جدا وبطوله جماعيه فيها فوكس على كل الشخصيات تقريبا بالتساوي وبتشوف رحلتهم كلهم في المغامره بتاعت الروت تريب اللي احنا طالعين فيها. واوسكار وينر كسب جايزتين وعنده مشهد انا بموت فيه جدا من اكتر الحاجات الروتشبل بالنسبه لي. قولوا على شو لو هو بتاع الدانس بتاع لما اكتشفوا فيها انها بتقول ان انا بالنسبه ده طبعا ده طبعا انا ده اصلا الريفيل ده عبقري. انا اللي هو يا جماعه احنا انت طول الفيلم عارف انك بتتمرن على حاجه بتقدرش تطلع انت عليه. انتوا مسؤولين في حاجه وبعد كده يا جماعه هو ده اللي احنا كنا احنا كل ده علشان ده اللي هو احنا عمرنا ما قعدنا مع بعض سالنا نفسنا ايه اللي بيحصل فاهم. بس انا ايه انا المشهد اللي انا بحبه بول دانو لما طلع واخته راحت جت قعدت جنبه كده. انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي في الفيلم ده كله حلو الفيلم لا تفهموني غلط يعني بس كان عندي افلام برا كنت حابب انها تدخل وما دخلت. بس الفيلم ده فعلا وراني انه في واحد من الممثلين كان قاعد في الكوميديا وشفت هنا ستيف كاريل طبعا كان مفاجاه طبعا يطلع وكان ومن هنا بدينا نشوف ستيف كاريل وجاء فوكس كاتشر وجات الافلام دي كلها قدام كيف اعطانا الاداء الدرامي الرهيب. وستيف كاريل غول في الدراما غول يعني لا نفتكره بس مايكل سكوت لا نفتكره بس ذا اوفيس اللي هو كان عظيم فيه طبعا بس في الدراما يمان يحركك صح اذا شفت شيء هنا اللي صدر لي يعني. فهذا الفيلم هو يعني لو فيه له قيمه فنيه عندي اكتر شيء له انه وراني قد ايش الجانب الدرامي حلو اللي استبكر. وليتل ميس سانشاين برضو لو هنعمل فيه زي ما عملنا في سلام دوغ مليونير وهنجرده من فكره ان هو فيلم يعني ورانا امريكا ورانا عملنا كده لا غير كده كمان هو فيلم عن عيله متهالكه متهالكه بكل المقاييس. ولكن هو برضو علشان دي حاجه ممكن نتكلم فيها برضو في وقت تاني يعني بس فكره ان انت اخترت ان هو يبقى رود تريب موفي يعني هي قصه عن عيله متفككه وكده بس انت حطيتها في اطار ان هو رود تريب موفي وحاسس ان كل حاجه كانت بتحصل فعلا كانت مدروسه كل حاجه فعلا كانت بتضيف الحاله بتاعت العربيه يعني انت من المبدع ان انت استخدمت كلمه متهالكه العربيه متهالكه انت بتشوف العربيه بيحصل لها ايه البوستر بتاع الفيلم بيزقوها الكلاكس اللي كان معلق هو عمل فيلم مصري عليه ولا بس اخذ البوستر منه يعني انا ما شفتش زيكو بس من الناس حكوا لي يعني مشدود على نفس القالب لا يعني انا قصدي فكره ان هو يعني بغض النظر عن العربيه وان هم رايحين رود تريب ومش عارف ايه وكده لا بس هو فعلا لا العيله نفسها صعب. بول دانو ده انا بحب الدور بتاعه جدا بول دانو بحب الدور بول دانو هو حد كان عايش حلم نفسه يطلع طيارته أيوة. فجاه اكتشف بالصدفه انه كولر بلايند وبتاع في مشاهد عبقريه ولا جماعه جميل. بول دانو خرج من هنا راح اداك ايش there will be blood راح اداك will be blood
شفت انا مشفتوش بس يعني هنا يبين لك المخرجين كيف لما نطلوا اكيد الفيلم ده ورا شيء لي. انا بحب ليتل ميس سانشاين وبحب المزيكا بتاعته وبحب شكله وبحب البوستر وبحب الممثلين وبحب كل حاجه. فيلم فعلا حلو. في بيس اوف تريفيا سريعه. واو انترستينج. في الماتش ده في شخصيتين تلفزيونيتين جامدين جدا 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 من نفس المسلسل موجودين في فيلمين من دول. لا ثانيه, هو هنا طلع براين كرانستون. براين كرانستون وطلع حد تاني, طلع معاه حد من سيبك من ده ما تيجي هنا. لا انا دير ويل بي بلود مش هفيدك. مش في دير ويل بي بلود, في تريننج داي. تريننج داي في المشهد بتاع البني اللي احنا بنتكلم فيه, الجانج اللي كانت حواليهم واحد منهم طقوس لبنج بجد. بس انا فاكر برين كرانستون لما قابله في ال... اوكي طيب ماشي. نشكركم على نشكركم على الكلام الكتير. بس يعني داخل ماتش عنيف هيقابل فيه اللي كسبان من ماتش تاني. انا برضو عايز اقول انه عنيف لان ده مش سهل. ايه هو؟ نو كونتري فور اولد مان وكاستاوي. في وجه كاستاوي. طيب مين عايز يبتدي الكلام؟ انا بس هبدا اقول انه انا في يوم من الايام يعني, وهذا جزء من النضج اللي الواحد يمر فيه مع الوقت بالذات مع مشاهدة الأفلام, وده اللي دائما أقوله. شفت فيلم بتحب نو كونتري فور أولد مان؟ أبدا. فعشان كده هذا اللي بقوله, لو شفت فيلم وفي كتير ناس اتفقوا أنه حلو وإنت شايفه مو حلو عادي, بس حاول تدي فرصة بعد 5 سنين 10 سنين هتتعلم شغلة, هتمر في شغلة. بس عبد لك حاجة صغيرة, ادي له فرصة كل سنة على مدار 10 سنين. يعني فوت سنة واتفرج عليه وفوت سنة واتفرج وفوت سنة واتفرج عليه, هتلاقي نفسك بتتغير ومنظورك للفيلم بيتغير ممكن. وبتكتشف حاجات ما كنتش شايفها وبتشوف كاركترز ما كنتش واخد بالك منها وتشوف نواحي ابداع فني. يا جدعان انا اخر مرة اتفرجت على نو كونتري فور اولد مان اتثبت عند الشط بتاع لما عدى البوردر وهو مصاب وكان نايم على السلالم بتاعت الكنيسة وجات له الباند بتاعت المرياتشيز دول ابتدوا يعزفوا. ده حتة فريم, ثبته بس يا نهار اسود. يعني انا الفرق بين الفيلمين دول بالنسبه لي مره كبير. اول شيء كاستاوي بالنسبه لي بدايه الألفين, وهذا يمكن اللي حاجه قلت لكم وبقول لكم ايه واحنا بنصور. انا فتره الألفين وهو طالع دخول الجامعه, مع دخول الجامعه استنزفت افلام بشكل مو طبيعي. يعني بحكم اني كنت ساكن برا بيتي, كنت ساكن في الحرم الجامعي نفسه, بحكم الانترنت بدا يدخل, بدينا نعمل داونلود للافلام, كان عندنا داخل الجامعه في شبكه الناس تحمل الافلام واحنا نشارك الافلام مع بعض, فشفت كميه افلام مهوله وسنويا خلاص صرت مدمن افلام. اظن هذا السن الطبيعي لكل الناس اللي يبدا مع الجامعه يبدا يفرج افلام. فكاستوي بدايه حبي خلاص انه صرت مره كده عايش على الافلام مره, ومن اول مشاهده حبيته ومن اول مشاهده عشت فيه, وتوم هانكس بسببه صرت خلاص ابغى اشوف كل افلامه القديمه وما الى ذلك. على العكس تماما تجربتي مع نو كونتري فور اولد مان, طلعت اخبار عليه كثيره انه ترشح اوسكار, الناس بدات تتكلم عنه. 2007 كان بدايات المنتديات بالنسبه لي اني ادخل بشكل كبير, وصار حتى الايفون بدايه الايفون نزل فصرت اشوف الاخبار اول باول, فرفعت توقعاتي بشكل كبير وشفت الفيلم لا عقلا ولا انا ماهر وقتها مع توقعات عاليه. الفيلم خلص انا فاكر يلعن ابو اليوم, هو ده بقى اللي انتوا عمالين تقولوا عليه بقى, هذا الفيلم اللي انتوا قلتوا عليه ما ادري ايه. سبته تقريبا 6 7 سنين يعني على 2014 2015, فتكي كان سناب شات وقتها كنت شغال على سناب شات وقلت القصه دي بسناب شات ذيك الايام انه الافلام لما تشوفوها بعد فتره. انا شفت الفيلم تاني فعلا بعين جديده. اول شيء ماني فاكر شيء. هذا ان دل يدل انه انا وانا بتفرج ما ادي الفيلم فرصه, خلاص صرت انا قافل منه. بس الاداء التمثيلي حق الشرف ده الفيلم, خافيير باردم اعطاني ايش معنى شخص ما عنده مشاعر فعلا, اللي جامد مرعب رعب من غير دم ومن غير صراخ ومن غير جمب سكيرز. حتى اداه القتل بتاعته الهوا دي غريبه جدا ومختلفه. يعني انت جت من دماغك يعني جبتها ازاي؟ نو كونتري فور اولد مان انا شفته زمان برضو كان عندي نفس الانطباع كده اللي هو ده فيلم سلو بيرن قوي وبطيء قوي, انا مش فاهم يعني ايه الجريت يعني اباوت ات يعني ايه وبعدين يعني. بس الفكره ان انا من ساعه ما شفته قبل كده لغايه دلوقتي انا الفيلم معلق في دماغي, يعني حتى لو مش فاكر بالظبط حاجات معينه في تسلسل احداث او كده, بس انا في مشاهد فاكرها
100%. المشهد بتاع أكرة الباب لما اتضربت واتخبط، المشهد بتاعه مشهد لما كان بيخنق الراجل في الاول، شوف وشه عينه يا راجل، خد وشه وشه كده يا الله، وشكله هو شكله اصلا حد أيوه. من اول ما تشوفه انت فاهم ده ايه يا عم، الستايل الشخصيه دي رهيب، مشيته رهيب. بدات لما صار يعرج بعدين في الاخير صار يخوفني. الكاستنج بتاع الفيلم خطير، لان ساعتها لا هافير باردم كان حد يعرفه ولا جوش برولين كان حد يعرفه، صح. وانا انا على عكسكم، انا احترمت الفيلم وقدرته من اول مره، وبعيدا عن المقاييس الفنيه انا وقعت في غرام البلوت من ساعه لما سمعتها، لانها بصراحه دايما اشوف فكره صفقه المخدرات اللي بتجرونج هي موجوده في البلوت بتاعت افلام كتير قوي، بس ما حدش في الدنيا رغم ان دايما بفكر فيها هو ايه اللي يحصل لو الاثنين ماتوا، لو الحاجه دي بقت موجوده ومحدش ياخدها ايه اللي ممكن يحصل من الموضوع دوت. لقيتها قدامي، لقيت واحد مجسدها بكل ابعادها، وبفكره انك تبقى زي ما تكون غزاله شارده في الحياه ووراك اسد مش هيشيل من دماغه، والموضوع بتعض تخطى موضوع الفلوس، الحوار بالطريقه اللي كان بيشرح بيها يو كان نيفر سيف يور سيلف، الموضوع انتهى خلاص. أيوة. يعني طب انت عندك امل، بس انا ممكن ارحم مراتك لكن انت انتهيت خلاص. مشهد الحليب انا خلاص من هنا بدات اكره الحليب، يعني الحليب صرت اكرهه. وعلى فكره في اداء مهم في الفيلم ده كل الناس بتنساه، تومي لي جونز. ايوه تومي لي جونز، صح. على فكره هو الفيلم متسمي على اسم شخصيته، وهو هو بيشير لي يعني احنا خلاص بقى احنا عجزنا، دي ما بقتش بلد للناس الكبار، لان هو من الاول عمال يحاول يزرع شويه سنس جوه مخهم، لان هو عارف الحدوته دي هتخلص ازاي، ومحدش بيسمع، محدش مركز معاه ولا سامعه وبيقول ايه راحت علينا. انا لما اي احد يفتح حوار على الافلام اللي نهايتها مفتوحه هو اول فيلم يجي في بالي. انا فاكر المشهد لما كان طلع، انت برضه هو ما ادالكش، انت مش عارف بالظبط ايه اللي حصل، ما تعرف النهايه مفتوحه، بس في نهايه مفتوحه كده بمعنى الكلمه، هو بيبص في الجزمه، كان طلع بيبص في الجزمه تقريبا او صح. لا هو اللي حصل معروف يا جماعه، هم الجانج المكسيكان ديت عرفت تلاقي اليولن وموتوه. لا المشهد بتاعه النهايه مفتوحه، وشجور وصل في الاخر لان اولويته دلوقتي بقت القضيه الرسميه وراح موت مراته. ايوه بس انت اليوم أيوة انت اليوم ما نهيت، انت ما نهيت بهذه الطريقه، انت نهيت بطريقه تخليك يعني قاعد يتكلم كان جوه المستشفى اظن ولا فين الحادثه أيوة. لا لا هو بعد ما عمل الحادثه وبعدين ربط رقبته بالعبسيه اللي في انا اصلا ده بالظبط ده تحس هي عبسيه، بس هي هو هي واضحه هي عبسيه هي عبسيه. لا بسبب العبسيه حقتها يعتبر عند كثير وانا منهم نهايه مفتوحه، ما نهايه ايش هاي نهايه اختم اضم النهايه يعني اضم في لضمه في الاخير، انت بتخيط بتضم. انا فاهم قصدك، انا فاهم يعني فاهم قصدك ان هي مش حاجه، بس هي الفكره ان هي برضو فيها جزء من نو كونتري فور اولد مان اللي هو زي عارف ذا بلد اوف باستر سكرانكس اللي هو دي قصتنا، عارف اللي هو وده اللي بيحصل يا جماعه، هو ده اللي هو القصه دي مش اول مره ولا اخر مره يعني كوينز، وهي العبثيه بتاعت الحادثه دي سيجنتشر كوينز اللي هو everything goes wrong. طيب انا بس عايز اتكلم على كاستوي على الجانب الاخر، كاستوي اعتقد يعني غير انه برضو يعني برضو اتحرق كتير في حوار ويلسون وبتاع، وان توم هانكس هو الشخص الوحيد اللي جعلك تشعر بالحب تجاه كرة الفولي بول وبتاع. لا هنا اللي عرفنا ان توم هانكس لا تروح معاه اي رحلة بالضبط، ولكن كاست اواي اعتقد برضو هو وافلام بقى زي ذا تيرمينال وزي كاتش مي اف يو كان وزي افلام كتير هي اللي خلت توم هانكس في المكان اللي هو فيها اللي هو فاميلي فيفورت. ده الفيلم عنده افلام كتير حلوه، مع انه قبلها عنده فيلادلفيا اللي اداؤه تمثيلي ممكن يكون اقوى، بس مش ده، بس ده هنا هنا اللي خلت تحط معاه تيرمينال، تحط معاه حتى لو يعني مش عايز اقارن الاثنين قوي ببعض، بس قصدي في فيز كده اللي هو توم هانكس از ا فاميلي فيفورت، صح، كل الناس كبير صغير بيحبوه الراجل ده. توم هانكس كان عنده تعليق ظريف قوي على موضوع فيلادلفيا دوت، بيقول لك دي اسهل اوسكار خدتها في حياتي، دينزل واشنطن هو اللي بيعمل الفيلم ولا قاعد عامل ميت. بس لكن كاستاوي، لا كاستاوي برضو فيلم لما تيجي تتكلم على الحاجات اللي حصلت فيه وفقدان الوزن والحاجات اللي حصلت فيه وتأثيره وتأثيره على البوب كلتشر، طبعا طبعا تأثيره على الثقافة الحضارية الجديدة. انت عندك الكورة اليوم انك كيف تحط وجه على كورة، هذه مين انت ممكن تشوفه في اي مكان، تفتكر ويلسون على طول في اي حتة. موضوع تجسيد معنى النجاة يمكن من اجمل كثير افلام قدمت لنا محاولات النجاه وما ادري، بس ما في فيلم يمكن شفته وانا صغير شويه، بس هو من اكثر الافلام اللي وصلني حقيقه معنى النجاه. مشهد الاسنان اللي بيخلع سنه ورانا حاجه ممكن تمر فيها، سبحان الله قاعد 7 سنين في جزيره سنك ما خرب، يعني انت بتاكل هو ده الـ
الجوهر بتاع الفيلم ادراكك سريعا لقد ايه انت ضعيف صح وقد ايه انت متاح وقد ايه انت سهل جدا حياتك تنتهي او الحياه الحديثه سهلت امور تعتبر لما تيجي تتخيل انك ممكن اجردك من الحاجات ديت انت بتتحول لايه. ونقطه مره مهمه كمان لو نفتكر مع بعض الفيلم هو تقريبا 75% ستوري 25% جزء تاني او تلتين تلت احنا عشنا انه هو بيحاول ينجو الى ما يرجع. رجعته والمعاناة بعد الرجوع تساوي بشكل كبير المعاناة كله هو جوة الجزيرة دي. لا لا لا, لا بيته موجودة لا عيلته كل الناس على الحياة مشيت. فهذه خليك تفكر يا اخي الناس اللي تشايل همهم دايما الناس اللي بتحاول ترضيهم دايما انت لو مت ولا صار لك حاجة الكل حيعيش حياته الحل حيكمل. ما اقول انه ما, ما 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 تحسب حساب الناس ولا ما تكون معاهم بس هذه خليك تفكر الحياة عمرها ما هي مواقفة عليك تمام. فقد ما انك تفكر في الناس فكر في نفسك لانه ممكن ده كله يروح منك في ثانية هتلاقي نفسك بعدين من غير شيء. هذه احلى رسالة بالنسبة للفيلم واشوف اجمل اداء تمثيلي لتوم هانكس كان في دي المرحلة في الثلث الاخير من الفيلم بعد ما رجع. بس في نفس الوقت ممكن نتفق ان التسلية كلها لغاية لما طبعا لا 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 بس انا معاك انا متفق معاك انا بس انا مبسوط جدا ان ماهر اتكلم في النقطة دي لانه ده فعلا هو اللي خلى فيلم كاستوي يعني الجزء اللي في الاخر ده صح. هو اللي خلى التجربة كلها كان ممكن كان ممكن ينقذوا وعاشوا في تبات نبات ولا رجع وخلاص إيه؟ الجزء اللي في الاخر ده مهم جدا لانه بيحط كل اللي هو مر بيه في الاول ده انتو برسبكتيف بطريقة حقيقية وواقعية لانه فعلا يا اخي مر عمر وحوار الصندوق اللي هو مش عايز يفتحه لانه مقتنع انه لا انا فعلا انا مش هفتحه لان انا مش المفروض افتحه او لان انا انا قاعد بفكر في حاجه هتحصل بعدين صح. انا متخيل نفسي وانا صح. مش فاتح الصندوق ده وفي نفس الوقت وانا مرجعه كل ده ولا له اي ولا اي شيء ولا له اي صح. فده القوه بتاعته اعتقد في افلام كتير حاولت تعمل كده بس ما عملتوش بالجوده دي. اول فيلم يجي في بالي فيلم روم بتاع روم العكس تماما روم حلاوه الفيلم كله وقت ما هم محبوسين خرجوا من الحبس لانه يمكن ولد صغير يمكن عشان ولد صغير ما حسيت بفرق الحياه عليه المفروض الفرق يكون مهول. الولد ده عايش طول وقته في غرفه صغيره جدا فجاه شاف الحياه يمكن عشان عمره معني ولد شاطر جدا بس ما قدر يوصل الاحساس هي البنت نفسها باي ذا واي انا قريت الروايه مختلفه الروايه عيشتك حياتهم بعد لطريقه انك تقول كل حاجه طبيعيه عندي وعندك بالنسبه لهم بالنسبه للولد الصغير ده كانت رعب كانت رعب الجدران الاربعه دي اللي بالنسبه للحرمه وبالنسبه لينا سجن بالنسبه للولد ده كانت امان. انا قاعد في ده المكان ايش يعني مكان مفتوح ايش يعني حوش ايش يعني مدرسه ايش يعني الامور دي كلها فالعكس تماما على الفيلم بس ده. بس انا 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 انا, أنا الجزء بتاع فيلم روم سريعا برضه عشان ما نبقاش طولنا يعني بس روم الجزء اللي في الاخر انا مقدر ان هو المفروض يبقى موجود بس كانت مشكلته ان هو طول شويه زياده عن اللزوم. أيوة يعني أيوة لما أيوة تيجي تتكلم على روم تقول ان هم ناس نصين هم نصين بالظبط بس مش مثلا 75% و 25% صح. لا نصين 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 بالظبط أيوة بس لما تيجي تبتش حتى فيلم روم هتقول ان في ناس ما بتاع ايه وخرجوا خرجوا دي هو هيفتكر ان هو خرجوا في الاخر بس هو ما خرجوش في الاخر صح في نص الفيلم فهو في شويه مط شويه صح. ودخلنا في حاجات مش انترستينج زي ما كان صح كاستواي ظابطها بالظبط وقافلها قفله مظبوطه جدا. واكشلي في ادفانتج كمان لكاستواي احنا كلنا نسيناها ان هو ما ابتداش بالحادثه عشنا معاه عشنا معاه عشق وتتسلسل من اقوى ما يمكن ومن اجمل ما يمكن بتاع روسيا وبتاع عايز اتفرج عليه تاني وبتاع ان هو بيوري لك قد ايه هو راجل مخلص لعمله وشايف ان دي مهمه من مهام حياته وما بيشتغلوش وبس ده جزء من الايدنتيتي بتاعته ان هو الفيدكس فاميلي وده بيربط شويه مع الصندوق اللي ما كانش عايز يفتحه لانه عاوز يفضل عنده اكبر دعايه لفيدكس ممكن في التاريخ فيدكس ويلسون ويلسون طبعا فكره ان انا عاوز يفضل ولو حتى في خيط صغير ما بين كل اللي حصل في حياته ما بين مهنتي لا. ان انا لسه عندي مهمه ولسه عندي غرض عاوز احققه يعني الباكج دي كانها هي احساسه ان هو محتاج يطلع بره يعني هي دي بتريزمبل ان لسه ان الحياه هتكمل ان الحياه هتكمل مش هو الباكج لا هذا باكج سيف ماي لايف ايوه بالظبط الباكج ده اقتناعه انه لسه هيرجع هيتحاسب معناته لازم ارجع هو لو سابها معناته ما في حياه انا هذه حياتي لا الباكج حيضل وانا حروح وانا حارجع متمسك في الحياه وحياته السابقه وهنا الضربه لما رجع لقاها كلها بح ومبسوط ان هو يعني برضو عشان الفيلم تفتكره والفيلم يبقى
معلق معاك، مبسوط ان هو مش هابي اندنج او مش ان هو كده تعالي وبتاع أبداً. يلا بينا وبتاع ابدا. عارف فكرني بمين؟ مع انه مختلف تماما بس برضه مو هابي اندنج. مسز دوت مسز دوت فاير، فاكر اتكلمنا عليها مع بعض نفس الشيء صح؟ تقريبا نفس الشيء، حاجه حاجه على الحياه، هي حياه كلوجر في الاخير، كلوجر منطقيه ما هي بس ما هي سعيده. طيب خلاص اعتقد كاستوي. كاستوي ولا ايه؟ كاستوي يس. طب انا محتار اروح كاستوي عشان بس كاستوي. انا كاستوي انا وانا بتكلم رجعت لي عواطف كتير يعني مع الفيلم، واظنه اثر معاي يعني نو كان مدحنا التمثيل مدحنا الديالوج، بس كاستوي من الاشياء اللي عملت دنت في حياتي يعني، عملت كده فيلم اقوى. انا هطلعه بس هطلعه باتنين واحد، انا الفوت بتاعي النوك اوت. طيب انا عاجبني ان انا افترضت ان مهدي اللي هو بص له خلاص بقى. لا هو ايه حركه بالنسبه لي، اتكلمنا كتير على النوك اوت اللي هو اتكلمنا عنه في الاخر، هو من رايه قلنا في الاخر. بس عارف في فيلم رجال لا تعرف المستحيل لما كان بيقول هو اللي قال الاول يا فندم ده قال خلاص يا فلنتين اقتله طالما هيسلم نفسه، اقتله طالما هيعترف. يلا يلا بينا الماتش اللي بعده. بس يعني ذس واز كلوز برضه، نو كونتري فور اولد مان فيلم كويس كل حاجه، بس عشان ده معنى نو كونتري فور اولد مان بالنسبه لي 10 من 10. كاستاوي ممكن لو السياق عايز يروح لشويه انتقادات، انا في شويه تسلسلات مليت فيها شويه من التسلسل لما رجع لصاحبته اللي هي كان هولي هيلين هانت صح؟ هيلين هانت يس. السيكونس ده كنت لخبط بينها وجودي فوستر صح؟ كنت دايما لخبط بينها. لا انا لخبط على مستوى الاسم بينها وبين هولي هانتر. لا بس الشكل الشكل صح؟ حاجه ثانيه صح؟ ذا ديبارتد يقابل جلاديتر. انا عندي فائز واضح في الماتش ده، انتوا عندكم فائز واحد. انا عارف اجابتك وزعلان انها هي، لانه انا عارف رايك في ديبارتد وانا ضدك تماما فيه، لانه انت ماسك في حته واحده بس في الفيلم وقاعد تعيد تزيد فيها من 2019 من اول مره صورت معاك فيها. بس خاف الله خاف الله والله يفهمني غلط خاف الله وربنا فهمني غلط. لا ده ديبارتد انا ما زلت مصمم انه هو على مستوى الاخراج فيلم سلوبي. معلش انا اسف انا اسف غلط على مستوى التفاصيل، على مستوى التركات الصغيره بتاعه الميزون سين البسيط يا جماعه، الميزون سين اللي على ارض الواقع، الزاوية مش صح، الضربة مش مقنعة، الحدفة، المشهد بتاع بوكس. بتاع بوكس. بتاع أليك بولدوين كان متسرع كده شوية. There you go. لما كان بيضربه بالجزمة على الجبس واضح جدا ان هو بيخبط على الترابيزة وايده مش عليه خالص. والله مش واضح جدا والله مو واضح جدا والله مو واضح جدا. المشهد بتاع يعني لو واضح ليك ما دي مش واضح ليه بكل امان. المشهد بتاع مارتن شين لما ترمى من السطح بتاع المبنى، ايش المشكلة؟ على مستوى الاخراج كويس عادي، ده راح عامل زي ما يكون عمل سبيد لاك كده، راح مجري بسرعه وراح مجري بسرعه. فيلم 3 ساعات الا امسك له مشهد واثنين فيلم. لا 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 ده بدي امثله يا ماهر، ما تخليني انا ما بحصرش دلوقتي، انا بدي امثله. الفيلم على مستوى كتير من التفاصيل اللي على الارض قوي، انا بتكلم على الدي تو دي يعني، واحد بيخرج المشهد وهو واقف امن نفسك يعني، انا مش متخيل ان دي كانت افضل شوت ممكنه لذلك المشهد، وانا ما زلت مصمم ان سكورسيزي في بعض الاحيان هي جت سلوبي. في حاجات تانية لا مستوى الاتقان احي انا مش هفتح بقي معاك يعني. طيب بس ده ديبارتد ده واضح. هاويفر ده عيب في ده ديبارتد. على مستوى بقيه الامور التانية كلها لا، انا باخد مكافآت من هنا للسنه الجايه. حلو. انا بس باشير للموضوع دوت وانا برتب ده ديبارتد في وسط افلام مارتن سكورسيزي. انا ممكن الحين اصرح تصريح ما قد قلته قبل كده بس اقوله الان. انا مره احب مارتن سكورسيزي تمام، ومؤخرا بزياده كمان يعني بطريقه ما صرت مره اقدر الراجل ده، خصوصا انه بدأت اقدر اكثر رايه اللي قاله على مارفل اللي في يوم من الايام كنا متحسسين منه. انا الان حاسس انه انسان فعلا كان شايف اللي حيصير، انسان فعلا يعني له قامه ويعرف يفرق بين الامور. فانا سكورسيزي عنده افلام كثير حلوه، بس اكثر فيلم رجعت اتفرج عليه هما فيلمين، جاد فيلز وديبارتد. وإذا حطيت الاثنين دول قدام بعض هأرجع أشوف ديبارتد أكثر من أشوف غاتفلس. للدرجة دي أنا ديبارتد بالنسبة لي فيلم جميل وفيلم رهيب. ليه؟ على الأداء التمثيلي، جاك نيكلسون أعطاني دور نهى بي مسيرته التمثيلية بأجمل طريقة ممكنة، يعني من أجمل أدوار جاك نيكلسون في تاريخه. وإذا قلنا من بعد الثمانينات إلين وصولنا 2006 هذا أجمل أداء لجاك نيكلسون هانز داون، ما عاد الفيلم اللي طلع مع مورغان فريمان اللي هم الاثنين عجايز. المهم لو جينا على ديكابريو، ديكابريو وصل للنضج التمثيلي التام
في فيلم ديبارتد، والاداء اللي سواه مجرد المشهد حقه مع الدكتوره اللي بيتكلم وقال لها في الاخير ده كله تديني حبتين، ده حوار تاني بالفلاش باك اللي شفناه وكل اللي مر فيه. مارك وولبرغ يا رجل، انسان من أسوأ ما يكون، افلامه متوقع لابعد درجه، ممثل سخيف ومن الدرجه الثالثه كمان، يطلع ويترشح اوسكار واوسكار مستحق كمان في هذا الفيلم لانه اداؤه كان جدا جدا جميل. وطبعا ما دايما كمان يزود لنا في الحته دي حوارات، عندك اداء تمثيلي رهيب، تويستاته موجوده، اداء للاخر واقناع، واجمل نهايه ممكنه من الافلام اللي الواحد سالني ايش اجمل النهايات في الافلام واللي هي دائما تكون معضله عند الكثير من الافلام، انا افتكر ديبارتد. بس هو مجرد الفار وولبرغ في نهايه الفيلم بس احنا كان هو كمان سنيتش ولا كان لا لا ما كان لا كان بينتقم اوكي انا ميال لنفس انا بقول انه كان بينتقم انا بس احنا بنحرق يا جماعه الهوا انا اسف اسكت انا بس انا ممكن اكون ميال لكده باي ذا واي انا بقول لك الكلام ده مو عشان جلاديتور هرجع امدح جلاديتور بس لانه دائما بيقتلني محمود بيطلع ديبارتد انه سيء لا 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 لا, لا. انت كده بتحط كلام على لساني مش حقيقي انا ما قلتش انه سيء حلقه من افضل 2019 موجوده ارجع واتفرج عليها مش بس مش سيء لا ما تشيلنيش ما قلت سيء يعني بس يعني لا لا فيلم محترم وبموت فيه وبتفرج عليه بس لو هو البولب فيكشن هتفرج على البولب فيكشن لا طبعا طيب. هاري سودي عندي فرصه اتفرج على جوبيتش واقعد اتفرج على شويه دود دود مورجين كونفكشن قصدك ايه جود فيلس جود فيلس سوري انا اسف طيب انا دود فيلس اتفرج على تارانتينو فعاد انا ديبورتد دخلته في السينما وانا مع اصحابي وفاكر ان احنا في السينما كنا صغيرين فما كناش فاهمين ايه اللي بيحصل وقلبنا الموضوع سف وقعدنا اللي هو يا جماعه هو الراجل اتزنق وعمال يخلص على الناس وايه اللي ايه الهبل اللي احنا بنشوفه ده كنا بصين المرحله دي اللي هو ده فيلم مش حلو يعني ده فيلم فعلا مش بس ما اتفرجت عليه ثانيه لا 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 الفيلم ده انا كمان عندي هختلف معاك في حته صغيره حته الموتة بتاعت شارلي شين او الموتة بعد كده بتاعت الاسانسير ان هي الفكره ان هي بتخض هي معموله ان هي فجاه غريبه هي فجاه انت فجاه اختفى الصوت وتلاقي واحد بيترمي اصلا صرت تمام انت برضو دايما تروح مقارنين لي حاجه بحاجه انا ما جبتش لا لا الاثنين مع بعض لا الرميه مش حلوه الرميه مش حلوه الرميه هو ماشي فجاه لا حاجه بتنط قدامه دي حاجه بتخض فجاه بس اللي قبلها لما كانوا فوق ليه ارجعوا شوفوا ارجعوا شوفوا يمكن اشوف قصدك هو في الهواء يعني مش لا وهو في الهواء جامده جدا برضو ما قصدك قبل فوق ما لما طلعوا له العصابه وزقوه وقربوا منه من البتاع شوف المشهد ده تم اخراجه ازاي وحش جدا يا جماعه اوكي ماشي بس انا مش بقول ده ما يتدمرش فيلم عندي بس هو تحفظ مجرد تحفظ يبان انت فاكر المشهد البدايه انا من البدايات انا انا انا, أنا الافلام يعني من كتر ما الواحد يوصل يتفرج نبدا نفصل ايش اجمل بدايات في الافلام عندنا طبعا حق انجلوريس باسترز وحنجيله بعد شويه طبعا بدايته بدايه ديبارتد عظمه انت ورالك لاي درجه تحول في ناحيه لاي درجه عندك واحد مجرم سافل لما راح قتل الرجال ومرته وهو بيقتل قاعد يضحك عشان انها طاحت تقول شي فول فاني انها طاحت بطريقه مضحكه انت يعني وراك في لمحه في كلمه مو بس انه قتلها ومو بس انه رئيس عصابه انه ما عنده قلب انه ممكن يتريق على بس طيحه ويضحك عليها كمان انت سمعت مات ديمون وهو بيحكي عن المشهد ده ايوه ما شفتوش لازم تتفرج عليه هتلاقوه على تيك توك هتلاقوه انا ديبورتد بيقول بقى المشهد دوت اللي جود عليه جاك نيكلسون يعني أيوة ما كان في داعي مش هحكيهولك على بعض هو قال له قال له في شيء شافي قال في شيء ناقص المفروض انك تقتل وخلاص فبيقول انا ممكن اقتل وخلاص بس اف يو كيب ذا كاميرا رولينج انا ممكن اقول كذا ولو قلت كذا ده هيدي احساس بان انا مش عايز احرق بقى عشان اتفرجوا عليه وممكن ننهي هنا بس اف يو كيب ذا كاميرا رولينج وممكن ممكن يكمل كله موجود معاك هو سلطان لا بس هو فيلم هو فيلم, هو فيلم هو فيلم لا يعني فيلم برضو انا دلوقتي وانا قاعد بفتكره اللايرز اللي عماله تتحط والحاجات اللي كل شويه عماله تبان وده مش عارف ايه ده طلع ايه ده طلع هو كذا ايه ده ممكن يبقى كمان احنا اخر سؤال احنا سالناه اللي هو تفتكر ده كمان كان هو تخيل اللي هو لايرز 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 فوق بعض وطبعا مات ديمون وليوناردو كابريو كانوا كويسين جدا جاك نيكلسون صوته oh والاغنيه اللي اشتغلت وفكره ان هم تو سايدز هو جايز جايز عشان شيبن اوت تو بوسطن كانت روكي رود ولا روكي رود تو دبلن ولا اتس حاجه ايريش حاجه بوسطن هي فيها بوسطن عشان كمان الناس جوه بوسطن هم ربطناها ببعض يا جماعه ده اخرجوا كم عمره
على فكرة هو أنا أتصور أنه كسب Adapted Screenplay أو ترشح أو حاجة بالطريقة دي لأن أنا Infernal Affairs شفته مرة على كانت على شو تايم حدش كان اسمها OSN ولا كلام زي ده لو أنا فاكر صح بسرعة كده مركزتش معاه قوي بس Infernal Affairs كان جزئين جزئين كبار فبيحسب للسيناريو بتاع The Departed أنه هو دمج الموضوع كله في زمن فيلم واحد وما حسيتش أنه وقع منك حاجة وحاجة ثانية أنت لو شفت الفيلمين روح شوف إخراجية مين يفوز هنا شوف اللمحة اللمسة حقت سكورسيزي واضحة. نتكلم على الأوريجيناليتي أيه. بس مش فكرة مين أحسن يعني. بس أنا في الأخير ديبارتد يعني. ديبارتد رهيب. تكلمنا. هنجي على جريدات يأتر دحين ولا لسه؟ لا ده ديبارتد اللي حيكسب. أنت ما أنا بقول لك من الأول عمال أعمل لك كده وعمال أشاور لك كده وأقول لك الموضوع أنا بالنسبة لي محسوم لصالح ديبارتد أساسا. خليتني ادخل انا حاولت اشاور لك انت مفيش فايده طبعا بس ابغى اقول تريفيا عني بقول ايش يعني تريفيا عشان الناس تزعل مننا تريفيا اللي هي معلومه ما وراء الكواليس عاده تقال على الافلام احنا عاملين فيها هنا فاقول تريفيا يعني حاجه عني المهم انا في يوم من الايام كان من احد يسالني ايش افضل فيلم شفته في حياتك كنت اقول والله واحد من اثنين يا جلاديتر يا بريف هارت والفيلمين كانوا كلهم قتال وكانوا مشتركين انه في حرب اسطوريه سايره وما الى ذلك الشاهد انه من وقتها الى الان انا ما شايف انه في فيلم اعطاني هذا العصر الزمني او هذا الاسلوب من الحروب وتفوق على هذه الفيلمين اصلا يعني هو جلادييتور خلاص خلص الالفيه واعطاني اخر فيلم يعني جلادييتور هو نهايه التسعينات قفل ملف التسعينات وبدينا ملف جديد حتى الحقب الزمنيه اللي كانت تنقال دائما 3 مسكتيرز الاشياء دي اللي كلها كانت ترجع لايام الاوبن وورد كله وقف لانه وقفوا الصرف الكثير وبدا السي جي اي يدخل في الموضوع فيحسب لجلاديتور انه ختم للتسعينات وختم هذه الحقبه الزمنيه باجمل ما يكون لو ترجع تتفرج على جلاديتور الان تشوف انه مدى كميه الكومبارس اللي هم الممثلين اللي ورا اللي ما يطلعوا على الشاشه عدد جيش مو زي انتقادك على هاوس اوف ذا دراجون لما جاء في المشهد وهم داخلين كيف كله سي جي اي لا دول ناس حقيقيين في شخصيات انا بعد ما قال لي شفتها والله ما كنت شايفها صراحه هو بعد ما قال لي شفتها في جلاديتور لا ارض فسحه وكميه بشر موجودة ومنتشرة هذا زاد من حقيقية المشاهد الحربية بطريقة غير طبيعية أنا أفتكر إلى الآن شفت جلاديتور وأنا صغير بس دوبي داخل الجامعة بداية كرهي لخواكين فينيكس عشان كده أنا ما تقبلت خواكين فينيكس بسرعة لأنه أثر علي أداؤه حيوان أداؤه إنسان سافل بحقارة غير طبيعية بس يظل لأنه القالب حقه القالب العام قصة انتقام وروحة فيها شوية فيها كليشيهات كثير 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 جدا فأي واحد يتفرج على ذا الفيلم وما عنده رصيد سينمائي كبير مثلا بيتفرج أكيد حيوصل للمرحلة زي أنا ما قلت لك هو أفضل فيلم شفته في حياتي بس بعد ما تشوف أفلام تانية كثير حتى منها بالتسعينات برضو أشياء قديمة هتقول رهيب بس في أفلام تانية أفضل هو ده ممكن نقول عليه فعلا ده يعني بالإنجليش كده يعني ديكيد ديفايننج موفي Okay. إن هو يعني فيلم في الحقبة دي أو في العقد ده كله هو فعلا فيلم مميز ليه وضعه تشوفه بقى زمان أيام حتى التلفزيون المصري بيحطوا لقطات منه في برنامج من مزيكا بتسمعها من أشكال من بوسترز من صور من حاجة يعني في حاجة على جلاديتر تخليه برضو في الحتة اللي هي إيه الأفلام اللي هو كله متفق عليها بريف هارت بقى جلاديتر صح انت فعلا بتتكلم صح هم فعلا حاولوا يعملوا حاجات شبه بقى زي ألكسندر ما في حاجات دي مفيش حاجة قريبة منه خلاص هو غلق إنه هو قفل الباب ومشي وهو أحسن فيلم راسل كرو أعتقد يعني هو جيت في المايك راسل كرو مين؟ بالنسبة لي أنا إلي كونفيدنشل مش عارف شفتوش إلي كونفيدنشل يعني لا بس أنا بالنسبة لي لا بالنسبة لي جلاديتر هو يعني كأداء أوسكاري ومش عارف إيه ممكن نقوله بيوتيفول مايند بس جلاديتر مور أيكونيك يعني أيكونيك اتفرجوا على إلي كونفيدنشل انتوا هتنبسطوا انبساط حلوة ريكومنديشنز طب لو جلاديتر ولا بريف هارت مين اللي يكسب؟ هذا الحوار دخلت فيه عمري كله وخلاص أنا عارف الإجابة وحقولها من غير أي تبريرات بريف هارت ولا بريف هارت اعتقد بريف هارت هذا اكثر نقاش دخلت فيه في الجامعه
بريف هارت قضيته شخصيه اكتر. جلاديتر في مرحله قصه انتقام قلب الديمقراطيه ومش الديمقراطيه شويه كلام فارغ كده طلعت كده. بس انا كنت برفض الانتقادات اللي كانت بتنال جلاديتر وقت ما ظهر، لان الكلام اللي كان انتشر في وسط اصحابي والكلام ده، عم جايب لك واحد بيموت نمر يا عم، واحد بيخش في خمسه فجلاديتر فيلم محترم جدا، بس لا ده ديبورتد بالتعقيدات اللي جواه بصرف النظر عن اذا كانت اصليه ولا غير اصليه، ده ما يخصنيش. انا ليه دعوه بيه ان انا اتفرجت على اطار التحفظ اللي عندي عليه ما يفسدش تجربه المشاهده بتاعته على الاطلاق من اساسه. هو انا بس مستغرب ان الفيلم بين جلاديتر وديبورتد 6 سنين بس، دي حاجه برضو تحس انه جلاديتر ده من عصر تاني. ذاتس واي ذاتس واي بروجريسيف اكتر بكتير. هذا اللي بقول لك اياه، انت قفلت التسعينات مع جلاديتر، هو ذات ينقض تحسه في وقت مثلا بريف هارت 95 مثلا. بالظبط بالظبط بالظبط. ده ديبورتد ولا انت عايز تكسر؟ انا محتاج بس افكر. احنا اثنين، احنا خلاص خلاص يعني ديبورتد خلاص. انا ميال للاثنين، اقول انا هحط واحد على صفر. كويس ان انت مش هتطمن عليا، انا مبسوط. دي بقى الماتش اللي جاي ده بقى انا مش هلعبه. مين ومين؟ Lord of the Rings, The Return of the King و Eternal Sunshine of the Spotless Mind. اللي هما الاثنين محمود مش كان عايزهم. يعني اللي هتستقروا عليه لو عايزين تسوينج، وانا عارف هسوينج لصالح مين. متأكد يعني. بس لو انتوا اتفقتوا تريحوه. شوف هو عيب انه احنا نخش اصلا في النقاش. Lord of the Rings هيعدي من غير اي نقاش. بس هذا لا يقلل ابدا من يعني ايوه ما يبغى لها. قال لك بزع انت بتسخن. عارف ليه بقى دي نقاش احنا لسه بنتكلم عن الديمقراطيه؟ لا 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 انا 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 وانا هاخد الطعم وهتكلم. بس انا عامه انا Eternal Sunshine of the Spotless Mind انا كنت متمسك بيه ان هو يكون موجود، حتى انا لان انا الفيلم ده برضو بعزه، حتى انا علشان وماهر طبعا. وماهر نصفني في التمسك ده. بس انا الفيلم ده اول فيلم انا احس ان انا عايز اكتب ريفيو الفيلم كان Eternal Sunshine of the Spotless Mind. واو، ده اول حاجه انا كتبتها. متى شفته؟ اعتقد 2010. ها يعني مو وقته؟ لا 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 مش وقته، وقت انا كنت صغير. بس انا شفته، لا شفته 2010 2011 وابتديت يعني شفته مره بعد كده اتفرجت عليه تاني، ابتديت استوعبه اكتر واكتر واكتر. وفاكر واحد صاحبي كان بيحكي لي عليه حتى هو بيبيتش الفكره، بيقول لي واحد بيحاول ينسى واحده ودخلنا في الميموريز بتاعته بنشوف هو عامل ازاي. This is very interesting. ده فيلم بائع جدا. الفيلم ده من 2010 عايز يعمل له ريفيو لغايه النهارده ما عملوش ريفيو. لا ليه ولا لغيره. هذا انا طالع هو وصف نفسه. هو يعني هذا طالع ده لغايه النهارده بيعمل ريفيو كل باتمان. كتبت له والله ريفيو، كان على تامبلر زمان. واو، ايام زمان يا الله. ولكن ده حاجه مراهقات انت كنت معاه زمان قوي. مش عامل ريفيو ده، كان داخل اليو. المهم خلينا نركز بقى يا جماعه، اكبروا بقى اكبروا. لا المهم Eternal Sunshine of the Spotless Mind فيلم انا شايفه فعلا فيلم عبقري، وعبقريته تكمن في فكره ان هو بيحاول يوصف حاجه ما اعتقدش ان في حد عارف يوصفها بالشكل الا اللي عاشها، الا اللي عاشها. وحتى يعني اعتقد اي حد هيتفرج عليه هيريليت ليه بشكل او باخر. اي حد هيشوفه هيحس ان هو انا ممكن اكون مريت بحاجه مشابهه لكده، او انا فاهم ده. مش لازم انت مريت بالمراحل اللي هو رجع لها في الذاكره بتاعته. بالظبط، شفت الطفوله باحراج الطفوله بسعاده الطفوله بوحده الطفوله بالمراهقه بالمعرش بالشباب يعني بعيدا عن انك تكون مريت بتجربه مشابهه، انت بتشوف رحله الحياه بتاعت كل الناس. وزي ما ماهر كان برضو بيقول واحنا جوه فكره الجريف بشكل او باخر. يس. او الفقد، انت ازاي اصل هي يعني بالعربي مش بالانجليزي. الفقد. يعني انت جيت على دي وتحط بالعربي، عم بتتكلم بالانجليزي تحط مصطلحات جاي على دي تنفق. انا كان عندي حاجه ما بقتش عندي فده فقد. وي ار فقد. بس طبعا الفيلم عشان هو مكتوب تشارلي كوفمان اللي كاتبه، وهو واحد من الكتاب يعني المفضلين بالنسبه لي، وكتب فيلم من اكتر افلامي المفضله اللي هو سينكتيك نيويورك، اللي هو كنت بقول لك اتفرج عليه برضو يا ماهر. ايوه ايوه ما شفتوش. طارق كان قدم الفيلم ده في ستريم وفي حلقه معايا على اكتر الافلام اللي هي اللي هي لا كانت ريكومنديشنز خمس افلام ريكومنديشنز يعني. بس فكره ان انت في حد كتب سكريبت الحاجه
وعرف يوصل حاجة أنا معرفش إزاي عرف يوصلها بالشكل ده، وإزاي خلى كل حد يتفرج عليها يحس بالتسلسل ده. واختياره حتى أنه لما أنت بتيجي تفتكر العلاقة دي أو بتفتكر الذكريات دي بتفتكرها من الآخر خالص الحاجات الوحشة وبتاع، وبعد كده تدريجيا يعني كان ممكن البروسس دي تبتدي من الأول للآخر. أيوه. مثلا فيلم أيوه. يبقى ماشي بتايم لاين بارل. أيوه. إحنا بنتعرف على بعض من أول جديد، زي مثلا فيلم بلو فالنتاين تو تايم لاينز ماشيين جنب بعض، بس ده رياليستيك اكتر وده صح. واقعي اكتر صح. المخرج بتاعه هو اسمه ميشيل جوندري او مايكل جوندري، انا مش فاكر اني حد فيهم، هو راجل كندي اللي هو عمل فيلم ذا ساينس اوف سليب وعمل فيلم بي كايند ريوايند. انا ما بحبش المخرج ده، وبي كايند ريوايند من اكتر الافلام انا ما بحبهاش، وساينس اوف سليب من اكتر الافلام ما بحبهاش. بي كايند ريوايند بصراحه كونسبت انترستنج جدا، بس تنفيذا لا اخراج انا ما بحب، يعني تشيزي. انا عارف ان هو معمول ان هو يبقى تشيزي، بس قصدي كان مش لايق. بس هنا علشان ال 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 السكريبت نفسه مع التخيل اللي هو تحس ان النور متصور بفلاش كده وبتاع، الغرابه دي كانت الاثنين ماشيين مع بعض بشكل حلو جدا. يعني يعني عشان ما بقاش يعني بغلط في الراجل كتير، بس انا عشان انا فعلا ما بحبوش، بس هو كان اختيار موفق جدا لفيلم زي ده. أوكي. شارلي كوفمان لو كان اخرجه برده كان هيعمله كويس، لان شارلي كوفمان هو اللي اخرج سينكتك نيويورك. انا اذا في شيء في الفيلم ده ثيمة معينة كده اللي بدت مسكت معايا من يوم شفت اللي بعدين ودائما افتكرها، في تناقض في المفاهيم والمشاعر اللي بحاول اوصل لك اياها. كيف انه انا مستعد اعمل عملية ولا اعمل تجربة خطيرة جدا بس عشان انسى انسان؟ طب معناته ماني قادر انساه، معناته لسه احبه، طب ليه ما ارجع له؟ شايف البارادوكس؟ شايف كيف اللي انا قاعد في لوب؟ هذا كثير، هذا موجود في العالم، يعني اي احد مر بتجربه قاسيه ممكن يفرق. ماني قادر انسى، ماني قادر، انا لسه متعلق فيه، بس انا عارف انه هو توكسيك، او انا عارف انه انسان ما يصلح لي. فهذا اللي الفيلم بيحاول يوصلي، مو بس الفقد ولا الجريف، انه لاي درجه العلاقه التوكسيك ولا العلاقه القويه ولا انها تكون محفوره في الذاكره بتلعب في الايمان، يقدر يخرج منها بسهوله. العمليه جدا جدا صعبه. لما جاء فيلم 1899 هذا اول شيء افتكرته، مسلسل 1899 اول شيء افتكرته سبوتليس مايند، كيف انه في ناس بيمروا باشياء يبغوا ينسوا، بس يبغى ينسى لانه الذاكره نفسها بتعيشك في الحاضر ده ماضي كامل صعب. بس في فرق جوهري ما بين الاثنين شويه، ان ده خلص والتاني ما خلصش. كمل بس كده. لا اترنال اترنال سانشاين اترنال سانشاين اوف ذا سبوتليس مايند بجد يا جماعه. لا يعني هو انا متفائل، انا في سبورتنج بيرفورمنسز في الفيلم ده، ما شافه ولا ما سوى شيء ولا شيء. لو تسمح لي الفيلم ده ما فيهوش غير جيم كاري بس، ولا حتى كيت وينسلت. لا بس كيت وينسلت سبجكت يا جماعه. لا انا اسف، بصوا انا عشان احب كيت وينسلت فما انا بموت فيها، بس هي سبجكت. هي لايقه، هي لايقه شويه على اللي هو بيسموها بيكسي جيرل، اللي هو الكاركتر بتاعه سكوت بيلجرام بتاعه. لا 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 انا قصدي في تقسيمات كده اللي هي شخصيات باترنز معينه بيسموها بيكسي دريم جيرل، زي فيلم اليزابيث تاون كريستين دانست فيه. أوكي. بتبقى شخصيات نمطيه شويه متسميه اسامي معينه كده، فاللي هي الشخص اللي هو بتبقى الانرجي بتاعته اكتر من الثاني. أيوة. الثاني انطوائي شويه، فهي ممكن تكون تقليديه بشكل او باخر. بس انا بالنسبه لي الاثنين، اولا الفيلم فيه كميه كوتس انا بحبها كتير. أيوة. جدا. أيوة. متفاهم شويه ليه ممكن الناس تتفرج عليه دلوقتي يقول لك يا جماعه ده ملزق شويه وتشيزي شويه زي لا انا مش بقول، بقول تشيزي، انا بقول ان في سبورتنج كاركترز غير السبورتنج كاركترز جدا. بس يعني. بس هو فيلم، هو فعلا من الافلام الرومانسيه، ممكن نقول عليها افلام رومانسيه، افلام كده يعني مختلفه عن الافلام الثانيه، ويستاند اوت وسط الحاجات دي كلها. لان زي ما ماهر قال، زي ما ماهر قال، هي فكره انه هو برضو قال لك حاجه، اللي هو انت على فكره لو انت الشخص ده انت نسيته، انت ممكن لما تشوفه تاني تحبه تاني. الموضوع ابعد من كده بكتير، وفعلا القصه نفسها او الـ 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 اللي تحت القصه الرئيسيه، عايز اقول المغزى بتاع القصه. أيوة. نفسها is very beautiful. وصل. Very beautiful. وصل. وده مع انه معقد بس وصل. بس بالظبط، وهو يبان ان في حد فعلا كان بيمر بحاجه. أيوة. الفيلم ده ما كتبه واحد بيفكر. بالزبط. الفيلم ده كتبه واحد حس. وهتفهم ده اكتر كمان لما تشوف سينكتك نيويورك، وهتشوف باترن لافلام تانية، فيلم حتى زي فيلم ادابتيشن بتاعه. هو شخص بيعرف يوصف حاجات انا بالنسبه لي مفيش حد زيه. اخر مفيش حد زيه في الحته دي. اخر نقطه انا جات فتره كنت اقول لهم يا جماعه ترى جيم كاري انتوا تقولوا عليه بس كوميدي، وفي فيلم كتير ما شافوه، ان شاء الله تدنين شفتوه. ومن هناك شفت انه قد ايه ادي دراما لا حلو رهيب. طبعا فيه قبل ده، في فيلم قبل ده هو اللي قد هو اللي وراه. شو مان شو حتى يمين فيلم كوميدي ذا ماجستيك.
بس ماجستيك ابعاده ايبيكيه تحس، بس على الاقل شفت فيه اداء درامي قدر اني وثق الكلمه دي لاي احد يتكلم معايا في سبوتليس مايند. بس انا ترنس ذا سبوتليس مايند فعلا هو قدام مين؟ طب انا نسيته اللي عاملين، احنا بنتكلم عليه عشان عاملين نتكلم عليه عشان تودعوه ولا حاجه. خلاص ايوه دخل لورد اوف ذا رينج وبعدين نتكلم عنه مع احد ثاني لانه حيكون قدام ديبارتد. انت مصمم؟ انا لا، انا لورد اوف ذا رينجز اعتقد أكيد هو هيعدي قيمته يا جماعه. ده يعني برضه هو حظه دي على نفسه على فكره. انا لو كنتوا متعادلين انا كنت هسوينج اترنس، عشان كده انا عارف ان هو اه والله كنت هسوينج، انا كنت هعديه. انا ما اقدرش، انا ما بحبش شفت انا بقى تحفظت كتير قوي وانا بتكلم على ذا ديبارتد وقلت انا عندي مشكله بس مع الميزون سان التفاصيل. انا مش قادر افهم لورد اوف ذا رينجز. احمد الله ان انت صانع محتوى سينمائي في المنطقه العربيه. انت لو تتجرأ في في الزمن تقول الكلام ده لو في الزمن في امريكا كان صلبوك في ميدان العام، لو كان ساعتها كانت عمل اكتر من كده. بس انا عايز اقول حاجه، بس انا جايز بس ايترنال سيرشن اوف ذا سبوتليس مايند. انا حاسس ان انا في حاجات كتير قوي كنت عايز اقولها مفيش حاجه طلعت بتميك سنس. كلام دخل في بعض. بس انا فعلا بحب. خدت بالك لما انت بتقول هو احسن واحد بيوصف احاسيس معقده ومركبه من المستوى الثالث والرابع والخامس مش الحاجات الاساسيه؟ قلت لك هو بيجسد. لانه لو كان بيوصف انت كان ينفع تحكي عن وصف. صح. لكن هو بيجسد حاجه تشوفها لكن تيجي تتكلم عنها تلاقي نفسك ما تقدر تحسسها. وهو ده يعني على فكره ايترنال سانشاين اوف ذا سبوتليس مان لازم اقوله كله، ما ينفعش اقول ايترنال سانشاين اوف ذا سبوتليس مان. نصيحه، ممكن يليق حاجه شبه مثلا يعني تحسها، مش عايز برضو كده حاجه مكرره، بس حاجات شبه بلاك ميرور مثلا، حلقه من حلقات بلاك ميرور بشكل او باخر. صح. اللي هي الحاجات اللي هي دلوقتي اتبنى عليها حاجات كتير. انت عارف في نسخه من الكونسبت بتاع الفيلم موجوده بشكل او باخر في فيلم شكله تجاري اكتر ورومانسي اكتر اللي هو الادجستمنت بيرو بتاع مادين. فكره الخطوط اللي هتتلاقى مهما عملنا. اقول لك الادجستمنت بيرو اللي كاتبه اسمه ايه، فيليب كي ديك، اللي هو كتب بليد رانر وكده، وهو كتب ادجستمنت بيرو وكتب مينوريتي ريبورت وعنده شورت ستوريز. الراجل مبهر. وهو فعلا سانشاين اوف ذا سبوتليس مايند في جانب شويه من الحته دي. لانه انت فكرتني بادجستمنت بيرو، انا بحبه جدا الفيلم ده بس ما بحبش نهايته للاسف. ما بحبش يعني. لا وكتير من الرحله نفسها برضو تحس ده فروم كوم الا لحد. لكن ايترنال سانشاين اوف ذا سبوتليس مايند رهيب. لورد اوف ذا رينجز انا مش هقدر ما اعديش عليه لانه they don't make movies like this anymore. ده وقت ما نزل، وقت ما نزل ايه؟ لا لحد انا فاهم. لا التكنيكس اللي اتعملت اصلا عشان نطلع الشكل الملحمي ده، مفيش معارك زي دي يا جماعه. انا ما شفتش معركه زي دي في حياتي، ما شفتش الكم ده من الناس وكم وفي الليل يا جيم اوف ثرونز وفي الليل السكيل بتاع كل حاجه والقصه وبتاع. وتاني هنرجع لبوينت تانية برضو، انه لورد اوف ذا رينجز وليتل ميس سانشاين وحاجات تانية كتير هي برضو بوينت A لبوينت B as simple as that. بس يا جماعة لا، كمية الحاجات هي ما هي النهاية، هي في رحلة بيمر فيها فرودو وبيوصل للأخير. خلونا ما نتكلم بس Lord of the Rings. لا Lord of the Rings غير الحاجات اللي كسبها وغير الحاجات اللي حصلت وغير كده، بس they don't make movies like this anymore. يلا رهيب. كان في فيلم اسمه كليركس، كان في واحد بيتريق على Lord of the Rings برنس كان بيقول لك لورد اوف ذا رينجز الجزء الاول واحد بس ختمه ماشي كده، الجزء الثاني ماشي كده، الجزء الثالث ماشي كده. بعدين راح لهوي لو سمعوك كده. وصلنا لدور الثمانية، وفي دور الثمانية في مواجهات سهلة وفي مواجهات صعبة. سناتش هيقابل ذا دارك نايت وذا دارك نايت هيكسب. كيل بيل فوليوم 1 هيلعب ذا ويل بي بلاد، معرفش مين اللي هيكسب. جلوريس بس هتقابل كاستوي. ذا ديبارتد هيقابل لورد اوف ذا رينجز ذا ريتيرن اوف ذا كينج. ذا دارك نايت هيكتسح سناتش. yes. العمليه صعبه قوي. yes. نقابله ونتكلم عنه بتفاصيل اكتر لما نوصل لنص النهائي. كيل بيل فوليوم 1 يقابل ذا ويل بي بلاد. انا بس هنا مش هعرف اتدخل قوي، او مش عارف مشكله هذا. انا ذا ويل بي بلاد هنحتاج سوينج هنا. ما هو انا عارف تفكيرك. انا كده كيل بيل يعني هنحتاج سوينج لانك هتفوت ذا ويل بي بلاد. يس اوكي هنحتاج سوينج. اصل انا هختار كيل بيل، بس انا بحب كيل بيل مش علشان انا ما شفتش. انا فاهم قصدي. طب خلوه ده شويه. طب خلينا اعمل اتصرف ازاي؟ هذه ثاني مره يطلع ذا ويل بي بلاد. طب هنعمل ايه يعني؟ اتصرف ازاي؟ طب تعالوا. It's not fair. هو ما شافه. أنا متأكد لو شافه هيكون نضج ويزيد. طبعا. أنا مش فاكر شفته. أنا شفته زمان قوي، يا إما مش فاكره. لا بس يعني يا إما شفتوش بس أنا مش فاكره.
يعني مش فاكر يعني قلت لي اي حاجه مش هفتكر. There Will Be Blood جنب Kill Bill يعتبر فيلم جد جنب فيلم كرتون بشكل او باخر. أوه. بعيدا عن اني ما بقللش من قيمه Kill Bill، بس هو عارف كويس قوي الميادين اللي هو بيحارب فيها شكلها عامل ازاي وتفوق فيها وارسى نفسه كاحد الكلاسيكيات التي لا يمكن ان تنسى. ولكن There Will Be Blood عندنا ارك بتاع شخصيه بالرحله بتاعته، عندنا تعليق على صعود الرأسمالية الأمريكية بكل تفاصيلها وتأثيرها على العائلات، عندنا الصراع بتاع رأس المال أمام الدين، عندنا كيفية التلاعب بالمجتمع اللي انت موجود جواه لتحقيق الأرباح، عندنا عنف، عندنا لحظات انتصار. ده كله في القصة بس. فوق ده كله، فوق ده كله ضيف عليها واحد من افضل الاداءات التمثيليه. ده كل ده في القصه بس. يس 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 يس. ده احنا بنتكلم على اداء تمثيلي في دور رئيسي مش حقيقي ما علينا، وبعدين مساعد، وبعدين ولد صغير بيمثل التمثيل العبقري اساسا. ضيف لده الموسيقى التصويريه، يا الله تن 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 الحقبه اللي احنا موجودين جواها بتفاصيلها، الملابس اصلا، انك تتفرج على عمليه التنقيب على البترول بمفاهيم الفترة الزمنية القديمة ديت شكلها عامل ازاي، ومراعاة التفاصيل اللي ما حدش هيسألك عليها عاملة ازاي عند الرجل ده. في مشهد انفجار يعني. في مشهد انفجار اول ما لقوا البترول وكيف العملية انحرقت. مان انا ممكن اقعد ساعة اوصف لأي درجة تفاصيل دخلوا فيها، درجة صرت أعيد وأشوف كيف الرماد لما طلع، كيف السواد اللي جاء، كيف إنه يمثل السواد ده الدم اللي حتشوفه بعدين قدام. أنا شوف أنا ولد ترنتينو، وأنا أوقف دائما مع ترنتينو في أي شيء، بس لما يجي فيلم قدام There Will Be Blood أنا أضعف. There Will Be Blood فيه له أشياء بتعلم سينما، هي مو بس تتفرج وتستمتع، أنت There Will Be Blood تخش تتعلم سينماتوغرافي، تتعلم تكتب آرك على قصة، تتعلم تورينا الخير والشر والمنطقة الرمادية بأجمل طريقة ممكنة، تتعلم حوارات، تتعلم إندينج ولا أجمل، إندينج ولا أحلى. فأنا There Will Be Blood عندي في مكانة مختلفة كفيلم، مو عشان عقد ولا أي شيء، كفيلم في مكانة مختلفة. وأرجع أعيد وأقول دانيال لويس هو أفضل ممثل وافضل اداء تمثيلي عندي له بالنسبه لي في There Will Be Blood، فما حقدر اوقف مع كل بيع رغم ان انا اعشقه جدا واعشق ترنتينو، بس العقل والمنطق حيروح مع There Will Be Blood. عيب فيا سينمائيا اقارن الفيلمين دي واطلع كل بيل. لا لا هنا بقى الاعتراض، يعني انا قلت لك اي ويل جيف يو من البدايه ان احنا بنتكلم على فيلم جد متعدد مختلفين الابعاد، كل حاجه في الدنيا قصاد فيلم ممكن تبص عليه وتقول دي معالجه كرتونيه لحدوته قديمه شفناها كتير وكلام زي ده، بس مش هتبقى اول مره في التاريخ فيلم كرتون بشخصيات كرتونيه، حتى مش فيلم كرتون، فيلم بشخصيات كرتونيه او بابعاد كرتونيه او بمغامره وعنف وكلام زي دوت يتفوق على الفيلم الافضل على مستوى البناء وعلى مستوى بس مو على حسابي. انا ما حكم، انا ما حكون مساعد في الشيء ده بتحصل. لا انا لو على الريوتشابيلتي قدامي كيل بيل وقدامي There Will Be Blood هتفرج على كيل بيل. لا وانا There Will Be Blood مختلف. أنا مختلف. مختلف. عارف 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 حط نفسه في عارف حاجه. طب حاجه ثانيه، احنا قلنا كيل بيل الاول، اوكي الاول ماشي، انسى الثاني، انسى انه في نهايه قصه، مسكته من حته ده. لا لا اي هاد تو، لا بفكر انا كان لازم انا اروح، انا مش داخل اخنقه. ايه انا كان لازم اروح كلب. تخيل كلب الاول هذا فيلم، انا بقارن فيلم انت اللي قلت لازم يختار واحد فيهم. هذا لو كان 1 و 2 كان الدسكشن حيروح في مكان مختلف تماما. الاول فقط والنهايه اللي انت عارفها مع نهايه ملحمه كامله متكامله للنهايه، اي فيلم يفوز؟ فيلم واحد. انا حفرج واحد بس، تحين واحد قدامي قال لي شغلي واحد من الاثنين دول. انا هو متقبل لكل انواع الافلام اللي في الدنيا، وموده يسمح لاي شيء ثقيل ولا خفيف ولا كرتوني ولا عادي، هشغل له اي فيلم. انا بس انا يعني على حسب انت عايز، يعني اعتقد كيل بيل ريواتشبل اكتر من مش على ريواتشبل يعني. انا الان عندي فيلمين وعندي شخص عنده فيلم واحد وبعدها حنشنقه ويموت، والادمي ده متقبل لكل الافلام اللي في الدنيا ورايق ويقدر يفرج على اي شيء، افرج اي تجربه سينمائيه كامله. ضروري والله يا معلش، هنخش في سيمي فاينل برضو مش هيبقى لك فيه مية مش عارف بس انا اشتريت، انا اقتنعت. بص هو كده 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 برضو عشان يعني الدنيا تبقى واضحة، يعني انا There Will Be Blood انا عارف ان انا مشتوش، يعني مش فكرة ان انا اتفاجئت مثلا، بس هي الفكرة ان هو انا عارف قيمته برضو، يعني انا مش حد اول مرة يسمع عنه، انا عارف السينز وعارف حاجاته وعارف ممكن يكون عارف الستوري من بعيد من كتر حاجات انا شفتها وقريتها عنه، بس هل انا شفته علشان انا ما شفتوش مش هعرف اقول حاجه عليه يعني، ولكن انا مدرك لقيمته كده كده بس.
دور الثمانية المباراة الأولى إنجلوريوس باسترد ناخد نفس خش انت. يقابل كاستاوي. احنا ناخد نفس، احنا المرة اللي فاتت تكلمنا انت ابدأ الآن. المخرجين اللي فاضلين عندنا على الترابيزة كريستوفر نولان، بول توماس أندرسون، هو الراجل ده زيمكس صح اسمه ايه؟ سيبك منه مش هو صح؟ اعتقد روبرت زيمكس تارانتينو وينتم تارانتينو مارتن سكورسيزي بيتر جاكسون. كان باقي لها سبيلبرغ والله كان عايز او فينشر. يو فينشر ما دخل ولا فيلم اللي هو اللي ما تخاف ربنا خرجت فيلم كنت ابغاه هو السفن تسعينات هو في الفترة لا هو زودياك زودياك بس لا البطن حقت بنجامين ده لا ده كويس ده ما فيش والله يا قدم تجربة سينمائية روعة بصريا والله خليها في نقاش ده يلا خلينا نتخانق روعة ولا حاجة كسب على نو كنتري فور اولد مان كسب قويه يكفي كده هو طلع مرهق يا رب طلع بعد كده من الاصابات والاصابات والله يكفي يعني شرف لي والله عدى نو كنتري فور اولد مان والان مو قدام فيلم عادي حرام نغير نخلص كلام في انجلوريوس باسترد الان بس باسترد عادي طيب عايزين نتكلم على انجلوريوس باسترد نخليه حيقابل حاجه صعبه خليه طيب يعني عشان وقت طيب انت مقتنع ولا انت عاوز تكسب كاستوي لا انا بس عايز يعني عايز لا لا فعلا انت مقتنع ولا ما انت مقتنع لا انا بس عايز يعني اعرف احنا يعني عملنا كده على اساس ايه لا احنا اتكلمنا على كاستوي لما قلنا امين انا عايز زي ما عملنا اول لما نيجي على فيلم مره قوي شايفين انه يفوز بالساهل نوفر الكلام ليه لحاجه هيقابلها حاجه اقوى انت حاسس ان انجلوريوس باسترز في الليفل اللي هو اصلا خلاص ما فيش مقارنه الموضوع محسوم على طول بنروح عندي انا واصل للمرحله دي وبس اللي افتكر مره ثانيه انا ترنتينو بوي فعشان يكون انا انسان واضح الفيلمين مختلفين بشكل كبير فاحنا هنبتدي نبص على العوامل بتاعه المتعه والريواتشابيلتي الاداءات التمثيليه ممكن هنا يبقى في شويه تكافؤ العنف التجارب بتاعه العنف انجلوريوس العصبي انا ممكن انجلوريوس باسترز كل يوم اتفرج شابتر ولا سين وتجربه متكامله لده الشابتر وده السين من غير اي حاجه ثانيه دومينيك دوكوكو مارغريت خلاص يلا اللي بعده يلا خلاص يلا اللي بعده بس يعني يعني مش عارف الاقي كلام عايز برضه اصلا اقل ايه بس صعب قوي مش تقليل من كاستوي طبعا طيب المواجهة الأخيرة في لقاءات السيمي فاينل The Departed يقابل Lord of the Rings The Return of the King طيب أنا عارف أنا عايز أكسب مين ما أنا عارف خلاص أنا عارف برضه لا Lord of the Rings ممتاز هو عارف أنت عارف انا لا انا مش عارف انا هكسب انا عارف هو هيكسب حتى انا عارف انا هفوت بس انا بقى في ده كسب انت انا مالي يا ابني انا غلبان ماشي انا بس بقول ان لورد اوف ذا رينجز قيمته في انه برضو يعني مفيش حاجه بتتعمل كده ولا في حاجه قريبه منه وكتير قوي ناس حاولوا يعملوا الشكل ده مفهوم التريلوجي نفسها اول حاجه تيجي في بالي لورد اوف ذا رينجز لا اصلا عشان ابيع لك ايه على طول انا بالنسبه لي كترولوجي ما يكون في 4-5 ما يكون في 1-2 ترولوجي 3 افلام وقفل افضل ترولوجي عملها في التاريخ هي لورد اوف ذا رينجز نقطه على السطر كمل طيب ف غير اصلا غير الـ 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 القيمه الـ الـ الانتاجيه بتاعته انه من انت شفت مثلا في قبل كده حتى من اجزاء فاتت ان عملوا سوفت وير جديد عشان يعملوا انيميشن للناس اللي بتجري عشان لما تشوفها من بعيد ما تشوفهاش كوبي وبيست زي بص مش عايز يشتري ماشي عشان ما تشوفهاش كوبي وبيست زي قبل كده ان هو يبقى في باترن معين الاضافه اللي عملوها على الناس اللي بتجري العمر العمر له دور هو خلاص مش العمر له دور ماشي السينمائيه كل ما اشوف واحد بيجري من ساعتها والله العظيم روح يا طارق روح اتكلم على دول ماشي انت اللي حاططني في دماغك انا قاعد ساكت لا بس انا بقول لك ان هو فعلا هو يعني الحاجات اللي انت واخدها فور جرانتد في حاجات بعد كده لا لورد اوف ذا رينجز كان سابق فيها بشكل كبير القصه نفسها من افضل الاعمال الادبيه اللي هي فيها فانتسي وكده في قبل كده ك يعني كادابشن من افضل ما يكون ادابشن على فكره
امال اسمها ايه؟ ادابتيشن. ادابتيشن 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 دوت لما يبقى في ولد اهله رموه في الشارع تاني ادابتيشن. بس يا محمود خلاص مش ادابتيشن خليه يتكلم يا محمود. ادابتيشن يعني تأقلم. خلاص يا جماعه معلش انا حنيك على بعض. ادابتيشن. المهم انا حاسس لا انا حاسس ان هو برضه هو عشان لورد اوف ذا رينجز هو هنعمل الجزء الثالث بس احنا ده بيعبر عن كل حاجه. احنا في كيل بيل اخترنا الجزء الاولاني لكن ده بنختار الجزء الثالث ان الجزء الثالث ده هو الحاجه اللي شاهده على الملحمه كلها. بس نفس الكلام ينطبق على الاثنين. انا اليوم انا بالنسبه لي لورد اوف ذا رينجز لا يمكن فصل الفيلم. نعم احنا لا هو ما ينفعش. احنا اتكلمنا في الموضوع ده كده. احنا قلنا قبل كده ان هو اصلا الكتب اللي احنا تقول لي ده جزء اول بس وتجينا تقول لي يمكن لا انا بقول لك وتشيز نفس المشكله هيواجهها هنا وهنا. يعني انا هذا الفيلم على الجزء الثالث فقط غير الثالث مع يو كانت لا لورد اوف ذا رينجز. لورد اوف ذا رينجز كقصة في الاول خالص كتبت قبل كده قبل ما تبقى كوميرشالايزد وتتقسم كده هي كانت قصه واحده. صحيح ده اكيد. فاحنا بعد كده انا بس احنا الجزء الثالث هو في الاساس هي يعني زي ما قلنا هي كلها قصه واحده بس الجزء الثالث هو اكتر جزء اولا غير الجوائز اللي هو خدها أو غير الحاجات اللي يعني ريكوجنيشن اللي هو خده اللي هو بالنسبه لناس كتير هو افضل جزء في الثلاثه هو اللي بيرزمبل الملحمه كلها. فهو ده ممكن نقول عليه ان هو سينكتكي عشان تعرف كلمه سينكتكي من سينكتكي. أيوة. هو سينكتكي للحاله بشكل عام. تمام. الحاله بتاعت لورد اوف ذا رينجز انا ما شفتش زيها قبل كده في حياتي. حلو. مين هيفوز؟ اعتقد لورد اوف ذا رينجز. حلو. يعني الحين انا اللي عليا انت كمان بتقول مين؟ ذا ريبورت طبعا. اوكي. انا ما بقى يا جماعه انا ما بحبش لورد اوف ذا رينجز. انا شايف ان التفاصيل اللي ممكن احب اتفرج عليها في اي ملحمه حتى واحنا بنتكلم على مستوى الفانتسي اللي ممكن اقبل فيها عالم مختلف واقبل فيها ناس مختلفه وتركيبات اجتماعيه مختلفه وكلام زي دوت انك ترسي منطق ويكمل معانا والمنطق دوت هو اللي بيخليني اتحرك من مستوى احساسي وانا بتفرج مع الاحداث اللي بتحصل قدامي. يعني اشعر بالخطر على الشخصيات بتاعتنا. يعني اشعر بانهم متاحين بشكل او باخر. أوكي. اشوف فقد عليهم فقد فقدان عليهم مش عايز اشوف فقد ليه الحاجات الغريبه دي في لورد اوف ذا رينجز على الثلاث على مستوى الافلام كلها انا عارف مفيش حد هيموت انا بشوفهم بيخشوا في الجيوش ويطلعوا من الناحيه الثانيه انا مش شايف مش حاسس باي قلق عليهم بس مروا بلحظات كثيره مقلقه كثير بس حاسس انها فيك دو عارف نهايتها هتبقى ايه ليه ما حدش حصل له حاجه يا مان بس في حاجات كتير في كاركتر ما كملوش وفي ناس في كاركترز ده حتى احنا بنتعلق في الموضوع دوت واحنا بنتفرج على المسلسلات والكلام دوت يا حبيبي جمد قلبك حسستني ان انا ممكن اخسر انا بس إيه عايز هنا شوف هنا الفرق احنا ما بنتكلم على جيم اوف ثرونز هنا اللعبه هنا القوانين هتختلف تماما في لورد اوف ذا رينجز واللي ادانا اياه ما اعطانا السياسه ولا ادانا الاعيب واشياء وطعن في الظهر ابدا لورد اوف ذا رينجز اللي ورانا اياه عالم فانتسي جديد بقواعد لعبه مختلفه ايش يعني خواتم ايش يعني وليش الناس بتتضارب عليها شخصيه شو اسمه ده البريشس شو اسمه هو هذه الشخصيه لحالها اللي بيقول لك اثر القوه واثر السلطه على الشخص كيف ممكن توصل لهذه الحاله انه كيف يقعد في هوس كبير اللي بيجري ورا الخاتم على النقيض تماما فرودو وكيف انه هو مر بنفس الرحله غير السينماتوجرافي يا محمود وانت انسان بتشوف السينما وانت عارف كامل التقدير تكنيكلي مش هتكلم ولا كلمه صح تكنيكلي رائع عدد الشخصيات اللي تم تقديمها واللي من ثلاث اجزاء على الرغم ان بعد 10 دقائق وربع ساعه ادى الدور كامل ومتكامل قدام مسلسل دوبنا شايفينه قدام 10 حلقات ولا 8 حلقات دوبنا شايفينه مسلسل امازون اللي انا وانت قلنا ما يساوي رجل او 10 دقائق من الجزء الاول فلورد اوف ذا رينجز انه يديني عالم فانتزي كعالم خيالي بعالم جديد من الصفر بقوانين لعبة جديدة إن يعطيني رحلة أنا ماشي بالرحلة أشوف كائنات جديدة أشوف عوالم جديدة أشوف أسلوب قتال جديد هو أجمل ما قدم في التلفزيون الشيء الوحيد اللي نفسه في تقديم عالم جديد لكن أقل منه في اللعب في المرحلة الدرامية ستار وورز غير كده ما في ليه؟ لأنه كل العوالم دي Game of Thrones ستار وورز واي ودون ديون واي احد حاول يسوي عوالم ده الاساس يبني على توكن
ده الاساس بتاعه. يبني على روايات توكن. انا مش هتكلم على قيمه الليجاسي بتاعت السورس ماتيريال يا جماعه، انا بتكلم على الفيلم والقيمه. ايوه الفيلم كل اللي انا اقدر اقدره فيه هو الجوانب technical. التقنيه فقط، ولا حتى جانب المغامره بالنسبه لي مثير للاهتمام. انا بالنسبه لي ده ديفينيتيف ادفنتشر موفي، يعني هي الرحله ادفنتشر موفي بالظبط. ايوه دي حاجه مش وحشه. الالتيميت الاقوى حاجه في الدنيا، اكتر حاجه اتصرف عليها فلوس، اكتر حاجه جابت فلوس، اكتر حاجه كسبت اوسكارز، مش موضوعي. شوف الفيلم موضوعي في الاخر it is an adventure. ايوه دي حاجه تحترم. وفي المقاومات بتاعت الادفنتشر. أيوة. انا افتقدت التواصل مع الشخصيات. أنا افتقدت احساس القلق على الشخصيات. انا افتقدت تماما الاحساس الاثاره مع الاحداث اللي انا بتفرج عليها. العلاقات اللي صارت قدام الثلاثه والاربعه دي غير طبيعيه. فين القلق؟ فين الترقب؟ دي مغامره يا جماعه، لازم اكون حاسس بالخطر على الشخصيات. اذا انت ما حسيت بالخطر لما جوا عليهم الوحوش في اكثر عشان مرة. مش... أيوة لما عشان... دخلوا جوه الجبل ولما جاندولف انقذهم يس مع والسبايدرز والبطيخه والكلام ده كله. عارف ايه مشكلتي معاه؟ ان من اول جزء وانا عمال اعدي بحاجات زي كده ومحدش بيحصل له. يا جماعه انا بس عايز اقول حاجه، ده الماده الخام بتاعه الحاجات دي كلها. الحاجات اللي جت بعد كده اتغير، ونيت ستارك في جيم اوف ثرونز والحاجات دي اتبنت عليه. مش طبيعي ان ده يبقى فيه الحاجات دي كلها. انا شفت الثلاث اجزاء بتوع لورد اوف ذا رينجز اول لما طلع، ما كانش عندي. أيوة. خلفيات من حاجه تانية. أيوة. يعني ما كنتش قاعد بقارن ساعتها مع جيم اوف ثرونز، ولا كنت بقارن ساعتها مع اي حاجه تانية. انا كنت بتفرج عليه كماده اصليه منبهر بالفيجوال اكسبيرينس، ومش حاسس باي تواصل مع الشخصيات. مشكلتي مع لورد اوف ذا رينجز بس حاولت اتكلم في القصة. عليه حاولت اني اتكلم عليه، بس انا جيت الحين نرجع لموضوعنا الاساسي. انا ديبارتد فوز على لورد اوف ذا رينجز من الريواتشابيلتي، من اداء التمثيلي، من انه سينما، من انه هذا جزء من الثلاثه، من 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 من, من. انا ديبارت ديفوز. بس لورد اوف ذا رينجز ارجع اعيدها مره ثانيه، كترولوجي، كمغامره، كتقديم عالم، هو افضل ما تم صناعته في السينما. هو هي ميدت يعني بيتر جاكسون ميدت لوك ايزي، بس يعني شفنا امازون السو شفنا امازون الدولهم 8 حلقات 8 ساعات ما قدروا يطلعوا بقيمه فيلم واحد. انا بس بتكلم ان لورد اوف ذا رينجز از واي وي هاف جيم اوف ثرونز، از واي وي هاف اصلا تريلوجيز عامه في الحاجات. يعني قيمته اهم بكتير قوي 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 من الحاجات دي كلها. الشاهد ان انا مع وجيه في واحده من الحلقات معاه كان جايب بالتقييم حق اي ام دي بي، وقال خرج فيلم من التوب 5 ما يستاهل يكون في التوب 5. فصار نقاش كبير على دارك نايت، وهو شايف انه ما يستحق اصلا يكون في قائمه التوب 10 يعني كاساس. وهناك في الفيديو ده انا دافعت كثير على دارك نايت، وكيف انه هو مو فيلم سوبر هيرو اساسا، وكيف انه السوبر هيرو اسقطت على قصه اكبر من انها ابطال خارقين وما الى ذلك. فانا عندي كلام الناس سمعتني، انا عندي حلقه كامله اسمها 10 من 10 بصراحه. انا اعتقد حيكون من الصعب جدا ان احنا نلاقي كلام جديد يتقال على دارك نايت ما اتقالش قبل. دي هي بس سواء احنا قلناها او حد تاني قاله او كلام زي ده، يعني الملخص هو ان دارك نايت مع كامل بقى الاعتراف بالاداء بتاع هيث ليدجر الاسطوري اللي حط الريفرنس بالابعاد بتاعه المعضله الاخلاقيه اللي الفيلم بيحطنا قدامها، بالدبث بتاعه الكاركترز اللي اول مره نشوف هذه الدرجه من التعمق واحنا بنتكلم في فيلم يعد اولا واخيرا فيلم سوبر هيروز. الحاجه اللي انا لاحظتها مؤخرا ان دارك نايت يخطف عين اي حد في الدنيا. صح. قاعد في اي قعده في الدنيا. صح. يعني مؤخرا كنا عند بابا والفيلم كان شغال في التلفزيون، هو عاده بيشوف حد لابس قناع ولا لابس طاوله كلام زي ده بيفصل منه. يعني يا جماعه الهبل اللي بيقول لي الهلس اللي انتوا بتتفرجوا عليه، التعبير بتاع بابا بالظبط. ده دارك نايت لا هو سابنا، يعني عاده ما بقاش مركز معاه، بقى مركز مع الفيلم بيتفرج. هو فيلم جامد قوي، حلو قوي، كل ما تتخيل ان انت وصلت للفصل الالتيميت بتاعه ينزل لك بفصل قد العن منه واقوى منه، مليان تعقيدات ومع ذلك سهل جدا يفهم. ودي نقطه توازن نولان فقدها بعد كده شويه في بعض الافلام اللي عملها بعدين. فيلم واحد في تنت متفقين على تنت. في ذا دارك نايت لا، انت كل ما تتوقع الدنيا مفهومه، مفيش حاجه معقده، ومع ذلك مليانه ليرز. لو انت اتفرجت على الفيلم دوت 50 مره 60 مره، تعال اتفرج عليه تاني وحاول شغلتي عاليه، وحاول تغير الفوكال بوينت بتاعتك. يعني انت الفيلم دوت اتفرج عليه عينك تجري بسرعه، هيث ليدجر يختفي من اول ثانيه لاخر ثانيه مهما عملت. حاول مره تشيله من دماغك وروح مع وروح مع ايرن ايكهارت، او ماي جاد ايرن ايكهارت، وروح مع مايكل كين، وروح مع اي شخصيه، روح مع اي دونت نو، روح مع الشخصيه بتاعت الضابط، روح مع جاري اولدمان، روح مع الكلام ده كله. خلي الفوكال بوينت بتاعتك تتغير، هتلاقي الابعاد كلها اتشقلبت الى حد كبير. انا من الافلام دي كلها اكتر فيلم اتفرجت عليه فيهم هو ذا دارك نايت، ودارك نايت هو اللي خلاني يعني ابقى ري انتروديوست او يقدم لي باتمان بشكل مختلف تماما. انا في مرحله من وانا صغير
باتمان بالنسبه لي كان شخص انا فعلا ما بحبه، كان بالنسبه لي ممل. كان وقت من الاوقات كده كان سبايدر مان، افلام سبايدر مان نزلت وبتاع، سبايدر مان ده بالنسبه لنا الكول اللذيذ اللي مش عارف ايه. باتمان بالنسبه لي اللي هو يا عم انت معاك حاجات وبتاع، ايه الملل ده. دارك نايت خلى باتمان هو المفضل بالنسبه لي. وفاكر ان انا حتى لما اتفرجت على دارك نايت لما دخلته في السينما ما كنتش شفت باتمان بيجنز وما كنتش مهتم قوي، ولا يفرق ولا شوف الحلاوه هنا ولا يفرق. هذا ستاند الون. قبل شويه احنا اتورطنا في لورد اوف ذا رينجز عشان الثالث، اتورطنا في كيل بيل عشان الثاني، ده ولا يفرق. في المقابزه ده لا ولا فرق معاك تشوف الاول ولا اي حاجه. فيلم انا وانا في السينما وانا بتفرج عليه كنت بقول يا جماعه الفيلم ده هو فعلا واخد نفسه بجديه، فيلم فعلا حلو، لدرجة اني ساعات لما بشوفه لابس لبس الوطواد بالهواء صح ده لسه باتمان. احنا لسه باتمان فاهم. بس هو لا هو في ليفل تاني خالص. انا فيلم ده كمان فهمني فكرة ايش يعني معضلة جديدة، العدالة. العدالة كلمة سهلة وقانون، طب ليش القانون باتمان وليش مو القانون الجوكر؟ مو كلهم الاثنين ما هم شرطة، ايش معنى احنا واقفين مع ده وما احنا واقفين مع ده؟ مفهوم الفوضى، مفهوم ان الجوكر بيطلع اسوأ ما باتمان. هذا الشيء اللي الى الان ما في ولا جوكر قدر يطلعه مره ثانيه. حتى الجوكر هيث ليدجر جال حاله مستني يطلع باتمان عشان اعرف عليه. بس انا عايز اقول لك دارك نايت زي ما مهدي كان بيتكلم تقول على ابوك بيحب يتفرج عليه كده، انا امي على تو فيس تحبه جدا، متعاطفه معاه لغايه دلوقتي، كل شويه تقول لي انا لغايه كل ما بتفرج على الفيلم المشهد بتاعه ده بيضايقني، بزعل عليه، بحس ان هو فعلا كده مع كل الناس. كل حد اتفرج عليه حتى لو ما ركزش مع الجوكر، هي ما فيش جوكر، ناس ثانيه تركز مع الجوكر، كل حد بيتفرج على حاجه بيلاقي ممكن تتفرج عليه بكذا زاويه. فاهم؟ خلينا نمسكها قصه ابعاد خرافيه، تمام، على الخير والشر، على المنطقه الرماديه، على العداله، على الفوضى، على النظام، على كل شيء. شخصيات تكلمنا دوما، تكلمنا على كل الشخصيات الرهيبه اللي طلعت في الفيلم، موسيقى تصويريه ولا اروع، كل شخصيه لها نغمه. هانز زيمر ابدع ابداع منقطع النظير في دارك نايت. سينماتوغرافي يا الهي، الشاحنه دي اللي انقلبت والطريقه اللي انعملت فيها شيء مو طبيعي. فكل العوامل اللي ممكن تنجح فيلم موجوده وفي اقصى درجاتها. هذا اللي يخلي دارك نايت عندي فيلم يعني يا جدعان عنصر ما حدش بيتكلم عليه خالص في دارك نايت، الكويك كوميدي اللي كان بيعملها هيث ليدجر مرتين ثلاثه جوه الفيلم ده. في اخر المشهد بتاع التراك بالكلام دوت لما يجيب يقول لي ثانيه واحده بس شوف ده فيها يو كان جاست جيف مي وان مينت. لا دارك نايت انا طبعا تاني يعني دارك نايت يعني قولوها انتوا. احنا ادينا ذا ذير ويل بي بلاد حقه، وذير ويل بي بلاد يعني لو في حد من اللي بيتفرج شايف ان هو يستحق انه يكسب اي حد من على الترابيزه دوت، حقيقي ان احنا نختلف مش مطروح يعني، قليل قوي لما نقول لا ده كان لازم يكسب ده في الاربعه اللي قدامنا دلوقتي بالتحديد. بس هنا بقى هتحرك حته الاهواء الشخصيه، التجارب بتاعتنا اثناء المشاهده بتاعت الكلام ده. ودايما هتلاحظوا وانتوا بتتفرجوا دايما واحد فينا يقول وانا بتفرج حصل، وانا بتابع حصل، بابا لما كان بيشوف، ماما لما كانت بتتفرج. فهنا الابعاد الشخصيه لازم هتطغى على الموضوع دوت وهتبقى اختياراتنا. بس ان حد فينا بقلب جامد يقول ان مثلا زي ما انا كنت بقول ان لورد اوف ذا رينجز لازم يطلع، لا مش هيحصل في الاربعه دول خلاص. لا لا ف ذا دارك نايت اعتقد ذا دارك نايت ذا دارك نايت يتحرك مش بين... يعني مش علشان انا ببص على الاثنين مع بعض على قد ما انا عارف قيمه ده يعني. yeah. انت عارف ان اي حاجه هتتحط قدامه هيبقى هتتظلم للاسف. مش هتتظلم يعني، بس مش هتبقى نفسها طويل. Fair enough. النصف النهائي الاخر انجلوريوس باستردز يقابل ذا ديبورتد، تارنتينو يقابل سكورسيزي. انا انجلوريوس باسترز نرجع مره ثانيه، هذا الفيلم عباره عن مجموعه افلام داخل فيلم واحد. الشخصيات افضل من افضل شخصيه شريره في عالم تارنتينو هانز ليندا تم تقديمه، ممكن نقول من افضل ثلاثه شخصيات شريره تم تقديمه، واللي كلها صار في العقد الزمني ده، هيث ليدجر في الجوكر، خافير بيردم في نو كانتري فور اولد مان، وهانز ليندا تمثيل كريستوف وولز ما في انجلوريوس باسترز. افضل ثلاثه ممكن اشرار، اذا ناسي احد ممكن افتكرهم، بس دول من الافضل. المشهد البدائي رائع، موضوع الثيمه العامه في انجلوريوس باسترد هو التنشن، شد اعصاب. كل مشهد فيه له شد، كل مشهد ما انت عارف كيف ممكن انه ينتهي. غير الدايلوج، انا بالنسبه لي من اجمل الدايلوج اللي عملت هم لما كانوا جالسين في البار وكيف بيتكلموا. هل ده مشهدنا كلنا المفضل في الفيلم؟ انا المشهد البدائي، انا عارف مشهدي المفضل البداية. ايوه مشهدي المفضل بتاع الـ السينما لما الاغنيه بتاعت انسيو
لما طلع لها فوق لايك جاسولين. لا لا انا بالنسبه لما طلع لما طلع لها فوق وكده وهي ضربته بالنار. الفيلم ده من اوله لاخره, المشهد ده من اوله لاخره بالمزيكا اللي اشتغلت بتاعت اسمه انيو موريكون اللي هو كان المزيكا دي كل ما بسمعها في اي حته انا بقعد انا بتدمع اوتوماتيكلي. المشهد ده انا بحبه. مشهد جميل. انا مشهد البار ومشهد البدايه هم افضل مشهد. انا مشهد البار يا جماعه. انا المشهد عارف ايه اعظم حاجه في المشهد دوت؟ على كل التفاصيل والتنشن والكلام دوت ولا شخصيه فيه مهمه لينا ولا احد. هنا يعني انا دخلوا وخرجوا ولا شيء. انا هنا هنقد نفسي يعني. انا كنت بتكلم عن لورد اوف ذا رينجز بقول لك ما حسيتش بخطر من الشخصيات اللي مش متواصل معاهم. ده انت هنا مش متواصل معاهم, ده انت ما تعرفهمش. بس الديالوج هنا قوه الديالوج, هنا قوه الديالوج ووضع السياق. التنشن اللي حصل من ان في حاجه بشعه هتحصل وانا مش مهتم بحد, بس انا انك عمال تحرق في اعصابي وصولا للحظه ديت. يا جماعه حتى احنا النهارده ناس كتير ممكن تخش تتفرج على الفيلم. يا جماعه مايكل فاسبندر ما حدش هنا كان يعرف مايكل فاسبندر ساعتها. ما حدش عارف ده مين. صح. قبل ما يسوي ماجنيتو هو مايكل فاسبندر انفجر مع ماجنيتو. هو في من 2010 كده لحد 2013 كان هو بعدها خلاص انفجر وبعدين اتهطل وبعدين وقع جامد. بس انجلوريوس باستردز انا المشهد اللي انا بقول عليه ده انا عاجبني حتى يعني بقعد افكر فيه كده في تسلسله. ومشهد جميل يعني فيلم مشهد يعني دموي اوبفيسلي. بس فكره ان هي هو لف وشه فهي ضربته بعد كده صعب عليها فراحت تقرب منه فراح ضربها هما الاثنين. يعني في كده حاجات اللي هي ما اتقالتش متبينه في شكل فايلنس ودم وبتاع بس برضو كلوجر حلوه للعلاقه اللي هي بينهم هما الاثنين. انجلوريوس باستردز فعلا زي ما انت بتقول هو في قصص كتير قوي جوه بعض. انا بقول لك ده فيلم الواحد مشهد يعني انا بالنسبه لي مشهد البدايه وبعدين المشهد لما رجعت قابلته لما كبرت في المكان هو قاعد ياكل. البتاع ده بيجوعني كل ما افتكرته عايز اكل. ابل سترايدر هذه انا كنت ايامها اسافر المانيا كثير ودايما اقول بطلبها يا ماما عندها ايه شكلها. طب انتوا انجلوريوس باستردز كريستوفر وولتز في كريست في انجلوريوس باستردز ولا في جانجوز انجلوريوس باستردز؟ صح. طيب بالنسبه لي كريستوفر باسترد انا نهايه مرضيه تماما. انا مبسوط ان احنا وصلنا للمرحله. انا تمام ايا كان. انا تمام ايا كان ايا يصير. لا معلش بس لازم حد يكسب. ما تقعدوش تعملوا. طيب نشوفكم في حلقه ثانيه نشوفكم في حلقه ثانيه عشان ما يا اخي المشكله انا هنا بين نارين. كان في مسرحيه سوري يا دود اسمها على الرصيف سمعت عنها؟ اه طبعا. عارف سهير البابلي وحسن عبدين في الاخر في مشهد في المحكمه كان خلاص هيتورط وفي حد هيعترف عليه وهو راح يفوز. طب استاذن انا يا امي بس والله لازم اروح عشان بس. طيب انا هنا متورط توريطه كبيره. انا مبسوط الاثنين فاز بس متورط لان انا مره عشق ترنتينو ويمكن انجلوريوس باستردز من افضل افلامه عندي. ترو. منه ولا افضل الافلام؟ انا دائما ارجح. عارف اجابتك في الموضوع ده بس نسيتها. دائما ارجح بس هو الافضل عندي. هو الافضل. هو في بالب فيكشن يعتبر عالي, في كيل بيل يعتبر عالي. انا بالنسبه لي بالنسبه لي انجلوريوس باسترز اكتر احسن. عارف ليش؟ انا احب التاريخ. بالب فيكشن انا احب التاريخ مره وينو يلعب بالتاريخ بالطريقه العبثيه هذه اللي سواها شيء مره رهيب. الترنت هيستوري مره حبيته. بس دارك نايت من ناحيه ثانيه يعني هو يعني كيف اقول لك, اذا في عندي امل في السوبر هيروز اللي ممكن يرجع في يوم من الايام يطلع منه مش حتفهم. افتكر ان في حاجه رجعت كده. هو ده السبب, هو اللي نقل الفكر لينا للعالم الدي سي والكوميكس والشادي. هو دارك نايت. بس كفيلم لو فيلم مبني من A to Z ما هو مقتبس من اي حاجه, ما هو مبني على اي عالم ولا هو ولا اي شيء صاير معايا, هروح مع انجلوريوس باستردز. طيب حاسس ان احنا لو افتراض يعني لو احنا اخترنا ذا دارك نايت كده وبتاعه على طول, هل ده جزء منه عاطفه وان احنا مش اظن ايه. اظن ايه دارك نايت يا اخي. احنا اظن اكثرنا شاف دارك نايت اكثر من شيء. انا شفت مشاهد كتير من هنا بس شفت ده كفيلم كامل اكثر. انا ده من اكثر افلام شفتها في حياتي. إيه؟ دي حقيقه. شفته كفيلم مو عمري شغلته ما انهي. بس ده دائما اخش طفشان اشوف مشهد البدايه, اشوف مشهد البار, اشوف وعلى عكس افلام كتير عظيمه توصل لغايه نقطه معينه تقول بعدين انا عارف اللي حصل ما اعرفش. لا ده دارك نايت انت بتكمله لاخر مشهد. هو برضو الشد اللي فيه البيس بتاعه في افلام هايست دي يعني اولموست ثريلر يعني. انتوا بتحبوا الفصل الاخير من دارك نايت؟ اه طبعا. بتاع المبنى والكريمنالز. المشهد ده مهم جدا. انا لين قبل فتره شفت الفيلم ما ادري ليه وانا بتفرج كنت ناسي. ممكن ناسي كنت خايف ايش ممكن يصير لهم. ودخلت ده اللي رمى اللي قال لهم هاتوا المزيكا اللي كانت شغاله اللي هي
وانت مش عارف ايه اللي هيحصل وبتاع. وقال لهم جيف مي ذا ريموت انا الدو. انا بحب المشهد ده. لا ده انا بحبه مشهد السفينه. انا بموت فيه. انا بتكلم مشهد المبنى الريد الاخرانيه اللي قبض فيها على الجوكر. المشهد لما اتشق لما وقع وبتاع. مايكل كين ما كانش مايكل كين كان مورجان فريمان بيراقب له المبنى. بص برضو عشان نبقى واقعيين, دارك نايت ككوريوغرافي يعني كفايت سينز وكده احسن واحد في الثلاثه. بس بس مش احسن, ما كانش مميز. ده نولان عموما. يعني لو انت فاكر حتى في دارك نايت رايزز لو شفت المشهد لما كانوا بيطقشوا مع الكريمنالز لو ركزت مع اي حد ورا رايزز ساكس في الكوريوغرافي وفي الاكشن سينز ات ساكس. الرايزز لو بصيت مع اي حد ورا فعلا هتلاقي الناس بيمثلوا بيعملوا كده من بعيد وبتاع الموضوع فعلا ديستراكتنج. ايوه الموضوع بيضحك. دارك نايت فعلا كاكشنز يعني انا فاكر برضو مشهد لما كان بيضرب حد فوق من قبل ما جوكر يخش او لما دخل وهو كان بيموت بيضرب في الناس. في واحد هو كان بيضربه الراجل شافه بيعمل كده راح لفف له مديله ضهره راح ضرب عليه هو اضربني هنا لو سمحت. فاهم؟ فهو مش اقوى حاجه في الاكشن بس هو شوف النهايه يعني هو اقل شابتر بس النهايه القفله قويه. لا دي يعني النهايه شابتر اضعف شيء بس النهايه القفله. انا بنيت بك شويه عشان كده خلص الفيلم. ممكن تقول خلص خلاص باتمان راح وهو اللي يتحمل وهو المجرم. انا بفلي اوكي اللي هو نظام سيكونسز احسن من سيكونسز بفلي شويه بس this is what we do now. احنا وصلنا للاثنين النهائيين. هارفي دنت المشهد بتاعه فعلا هارفي دنت. انا من الصبح عمال افتكر في اسمه اقول هارفي يطلع وينستين. هارفي دنت تو فيس والله عمال اقول هارفي وينستين هارفي. بعدين بقول لك شيلها من دماغك شويه عشان تفتكر بعد شويه هارفي وينستين. هارفي دنت طيب يلا رهيب. يلا مين؟ دارك نايت من غير يعني فعلا بتبص على جلوريوس باسترز. ايه ده وانت سوينج جلوريوس باسترز. لا عمرك تخليني انا مع ترنتينو ما فوزه بعقلك انت. انا قلنا كلهم فايزين بس انا هفوز. انتوا بعتوني في ثانيه. انتوا خدتوا بالكم من الموضوع ده؟ انا اللي حسب الموضوع في ثانية. انا اللي حسب الموضوع بالنسبه لي وانا بسرعه براجع الفصول بتاعه الفيلم يعني لقيت ابسط دوزج عامله كده. وبعدين في دارك نايت بصراحه السيكونس اللي انا كلمتكم عليه دوت بيقع مني شويتين. بلاقي تفاصيله فيج مش مجمع ايه اللي حصل بالظبط وركزت فيه كتير قوي عشان ألمه بالكامل. حسيت ان في شورت كاتس. موضوع ان احنا دلوقتي الدنيا بقت معقده قوي فتعالى تجيب حاجه ما تقدمتش من اول الفيلم. ده انا بتجسس على البلد كلها وعندنا معضله اخلاقيه في الحته دي وبتاع. كوميك بوكسي شويتين وفي الاول وفي الاخر مش شبه الفيلم. فما يخليش الفيلم وحش يعني ما يخلينيش عشان تحفظ على الفيلم بس لما يجي تحط قدامه انجلوريوس باستردز لا معلش. ماشي انا يعني ما فيش حاجه الصوره. انت كنت متوقع من البدايه انت كنت بتفاوتش فورت يعني؟ لا ما بفاوتش بس انا كنت اتمنى انه ترنتينو يطلع بحاجه. انا ما كنتش متوقع ان ده اللي هيكسب والله. او بمعنى اصح ما كانش عندي توقع ما كانتش واضحه بالنسبه لي. لا انا ديربي بلاد كنت ناوي. انا ديربي بلاد لو ما جاب دارك نايت كان ممكن يعدي معايا شويه بس دارك نايت اتس ايج على الواتشابيلتي وده. وهنا اللي ما بقدر يفوز معايا على جريس باسترز لانه برضه ده اعاده المشاهده الشخصيات اللي مذكوره فيه فن فايلنس كوميدي كل حاجه انت عايزها كل شيء ماشي. يبقى هو فعلا ممكن دارك نايت قابل اي احد ثاني غير ده كان فاز بالراحه. انا ماشي يبقى هو دارك نايت ممكن يكون كان هيبقى قرار عاطفي شويه لو كنا اخترناه صح. مش عاطفي مألوف اكتر سيف شوي وسيف اكتر بس هنا بوبيلر اكتر. لو تشرح الفيلم مظبوط لو تشرح كل نقطه في الفيلم هنا يفوز بكل والله بكل زاويه في كل زاويه يفوز. فيرنف انا مبسوط بالريزلت عادي. انا كده الاثنين تمام. الفائز بلقب افضل فيلم في قلت سميتها لي ايه افتتاحيه القرن المعرفش بدايه الالفيه بدايه الالفيه هو فيلم انجلوريوس باستردز واللي ختم بيها الالفيه بدايه الالفيه من بطوله مايكل فاسبندر. انا مبسوط لوحده من غير مخرج ولا بطل ولا اي حاجه في الفيلم خالص. يا ريت لو لعبتوا اللعبه معانا تقول لنا طلعتوا مين يفوز وشايفين مين كان احق بهذا اللقب. يا ريت تسيبوا ده في الكومنتس. الف شكر مستر ماهر حبيبي دود. هلا والله. الف شكر مستر طارق حبيبي. انتوا مش عايزين تسلموا على بعض؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا ماهر. الف شكر لحضراتكم على المشاهده وباي باي.